الطبيه كانت داخله وهي تشوفها طايحه في العرض، كتشري عندها كتحاول تفيقها والو ما فقتش ليها. خدات كاس ديال الماء بدات كترش عليها رشيشات صغار، بدات كتحل عينيها راسها عطيها صداع. شافت حداها المربيه جالسه على الكبسه بين عليها بلي مخلوعه. مدام عابر واش نتي بخير؟ حركات راسها بقاه وبدات ليها يديها تعاونها تنوض وجلست على الفوتاي. المربيه مدام عابر بقى جالسه هنا، غادي نمشي نقول لمدير الفندق يجيب لك الطبيب ويصون على مستر معتصم. عابر كره هاد الطبيب، خاف ترجعي ينعسها في السبيطار. لا لا بلاش، راني وليت مزيانه غير الارهاق وصافي. المربيه ولكن خاص ضروري يشوفك الطبيب. لا لا بلاش وعافاك، حسن معتصم ما بغيتوش يعرف غادي غيتهول عليا. واخا المربيه اوكي مدام عابر، غادي نخليك ترتاحي ونمشي نجمع لكم الفاليزات. كانت جمعات كلشي عابر بالليل، بقاو غير ديال السراج، جمع غير ديال السراج هما اللي مازال ماشي مجموعين. وصلت العشيه كانوا فوق السحاب. عابر كتشوف مسترجم كيبان لها غير البحر ومعتصم في مقصورة قيادة، أما واحد السراج عايش مع الرسوم. خرج معتصم جا حداها جلس. عابر مرداتش ليه الباب، هي في هادشي اللي طرا ليها اليوم، حتى كتحس بشي يد تحطات على كتفها. ضلت لعندو بسسمات. معتصم بقلق، عابر مالك؟ من الصباح وانا داوي معاك وانتي ساهية. حطت راسها على كتفو عنقات يدو، مبغاتش تقولو شنو وقع ليها اليوم، ما بغاش يتشوش عليها. والو غير عيانه، كنت كنفكر في هاد الايام اللي دازو. على راسها اتجاه وهي مازال حاطه على كتفو. شكرا لك بزاف، وغمضات عينيها. وصلت لحداش الليل كانوا وصلوا، كان سراج مازال فايق. هزو معتصم بين يديه كيضحك معاه، عبير شادة لي في يدو حتى هي كضحك. دخلوا للدار وصحت صوت ضحكاتهم مالي المكان. جلسوا بثلاثه بيهم، نرمين والحاجه كيشربوا في القهوه كالعاده. واحد ايلول واقفه غدا جايه كتسنى يدخل، غير وصلوا سولت عليه جينا اللي قالت ليها راه كان مسافر واليوم غادي يجي حيت كان في خبارهم امتى غادي يرجع. قالت غدا جايه وكتشوف ساعه حتى كتسمع صوتو، ضحكتو وصوت شي وحده معاه. مشات كتجري جهه الباب وهي تشوفها هز في يديه دري صغير وشي وحده شاده ليه في يدو. ايلول كتشوف شنو قدامها وعرفت والو، بغات تفكر في علاقته بهذيك اللي شاده يديه. بقات غير سميتو معتصم، هو اللي مرضش لها البال، كان بالو مع عابر حتى سمع سميتو. شاف جهة الصوت لقاها واقفة وهو مستغرب. أيلول بقات كتجري لعندو عنقاتو، توحشتك بزاف، علاش خليتيني؟ حيد يديه من عابر وعنق أيلول بواحد اليد، أما اليد الأخرى شاد بها سراج. عابر كتشوف غير بعينيها، عرفتها شكون ومعجباش علاش معتصم حيد يدو منها وعنق هاديك الزهرة. معتصم بعدها عليه شوية وابتسم، خاصة أنا توحشتك أيلول، والدموع في عينها. كذاب، كنت كنتي توحشيني وكون جيتي لعندي تشوفني، وانت من نهار سافرتي بقيتي دويتي معايا حتى في التليفون. حط يدو على شعرها، انتي عارفة الظروف اللي خلاتني نمشي. اسكت شوية، كبرتي وزيانيتي احسنت. وبدات كضحك. اما واحد عابر كي الاطراش في الصفة ما عارفة والو، بقات غير كتشوف فيهم، كتحس بالنار شاعلة في قلبها، مبغاتهاش تكون قريبة عليه. حتى قطعتهم الحاجة ولدي معتصم، شاف جهتها كانت واقفة شيب باين على خصلات شعرها، أعطيها وقار وتجاعيد. زادت منت على آخر مرة شافها كيشوف عيونها اللي عامرين دموع، دموع الاشتياق والعتاب وفي نفس الوقت دموع الفرح. كتشوف فيه بكل حنية، تأملها من بعيد، توحشها بزاف، 50 ما شافها ولكن أخبارها كلها كانت كتوصل ليه. حيد يدو من أيلول مشى في اتجاهها، بالنسبة ليه هي ماشي جداتو بل هي الأم ديالو، هي اللي ربتو ملي عقل على راسو. وصل حداها وهو مبتسم، عيونو كيفحصو من شعرها على رجليها، حتى هي كتشوفو كيولا زاد كبر، زاد هيبة على الهيبة اللي كانت عندو. بدون حتى كلمة باس ليها راسها وشد يديها باسو، عاد لدق الدار نورات بجود كالحاجة. ابتسمت لي وحطت كفاها على خدو بحنان، توحشتك أولدي، توحشت صوتك، واش حسن لهاد الدرجة سخيتي بيا مشيتي وخليتيني موراك؟ معتصم، انتي عارفة علاش مشيت، من الأحسن مندويش هاد الموضوع. أما واحد عابر واقفة كي شجرة ما عرفت والو، كتفرج فيهم وسراج في يدها كيلعبلها في شعرها. شافت جهة أيلول اللي كانت حتى هي كتشوف فيها شوفات ما مفهوميتش ولكن شوفات خايبين. عابر بدلتها نفس النظارات. الحاجة معتصم ولدي راه مجيناش غير وحدنا، راه ماماك تاهي جات ونعتات البلاصة اللي واقفة فيها نرمين، مقدراش نزيد عندها ولكن عينها عامرين دموع، مغديش ترحب بيها. شاف جهتها جهة مو كيشوفها كيف مقدراش تقرب، مازال مقدر يسامحها، يمكن الوقت غادي ينسيه. رجع شاف في الحاجة واللي جا معاك مرحبا بيه،
نرمي ابتسامات حيت ما جرش عليها واخا ما دواش معاها، ولكن على الاقل رحب بها بطريقه غير مباشره. حاجه شافت عابر واقفه كتفرج فيهم وفي الدوري تصير استغربت مع الفتاه شكون. شاف معتصم عابر اشار لها بعينيه تشيل داكشي اللي دارت، وقفات جنبه ندم على السراج وحاول يدو على كتف عابر. معتصم الحاجه هادي عابر مراتي وهذا ولدي وحفيدك سراج. كلهم تصدموا، ايلو ما كانتش متوقعه هذا الخبر، كانت كتقول بلي غادي تكون عنده عشيقه او العاهره ديالو الخاصه، ولكن يكون مزوج ووالد هادي ما خطرتش لها نهائيا على البال. نظرها ولا خارج منه بالشراره ديال الغضب، كردت على يديها حتى طرات الاطفال وحتى نيرمين، ما كانتش اقل من الصدمه. كيفاش ولدها تزوج وولد وهو اللي عنده حفيد وهي ما فخبرهاش؟ كيفاش حاجه؟ الله يا ولدي تزوج شي ولدتي بلا خبرنا. والحاجه من الاحسن ما جبدوش الموضوع. تسمات حطت يد على يد سراج وبس سليم تبارك الله كيشبه لي كيفاش كنتي صغير. ودارت عند عابر اللي كانت غير ساكته ما فهمت والو. مبارك عليكم يا بنتي واخا جات معطله. تسمات لعابر الله يبارك فيك. معتصم عابر هادي جداتي، وشاف جهة ايلو اللي كانت واقفة بعيدة عليهم، وهاديك بنت خالتي الله يرحمها وفي مقام اختي الصغيرة سميتها ايلول. عابر شاف فيها وابتسمات بسيمة فوق الخاطر محملتهاش. مرحبا بيكم ايلول، مبغاش ديك الكلمة ديال اختي الصغيرة محملتهاش. عابر وشكون هاديك؟ اشارت لجهة نرمين. حاجة جاوبتها، هاديك حماتك يا بنتي لو ما تراجلك. قبل ما تدوي عابر قاطعهم معتصم، واش غادي نبقاو داويين حتى واقفين؟ يلا زيدو الحاجة اجي جلسو. داز الوقت، حاجة جالسة وجنبها عابر اللي ارتاحت لها باين عليها مرة طيبة. ومعتصم شاد ولدو كيتحسس معاه جداتو اللي توحشة بزاف. حاجة الحمد لله وليدي ولي لقيتك بخير، واخا يبقى فيا الحال زوجتي من خبرنا، ولكن المهم هو انت تكون فرحان. اما واحد ايلو ولون يرمين كي غير كيتفرجو فيهم وما راضيش بهادشي اللي لقاو. ايلو هي كتهبس ليرمين، شوفي خالتي ولدك تزوج. نرمين كانت تبتسم ديك التبسيمة الصفراء، وهو مزوج انا مثلا عندي عند وعدي ليك، انت اللي غادي تكوني مراته، خلينا نسخنو بعدا بلاصتنا شويه ونفرجك، ما غاديش نخليها معاها انت اللي بلاصتك مع ولدي. قالوا الفرحات بكلام خالتها، جلست على يد الفوطي وتكات على كتف معتصم ودوات بغانات. معتصمي توحشتك بزاف بزاف، شاف فيها وابتسم، حتى انا توحشت الحاجة بزاف. كانت في البيت كتمشط شعرها بعد ما نعسات سراج وسارحة فهادي اللي جات محاملهاش، ويتشوفو بالمراية خارج من الدريسي كيمسح في شعرو. توجهات لعندو، علاش ما كانش في خبرهم بزواجنا؟ حط الفوطو وتسكا بلاصتو، كانوا شي مشاكل تقطعت العلاقة معاهم. ناتك لسجل ملاموسي، واش من المشاكل هادو اللي خلوك تقطع علاقتك مع عائلتك؟ عابر من الأحسن بلا ما تصوري الماضي فات، من الأحسن بلا ما نبشو فيه. سكت شوية وكمل كلامو، من الأحسن ما تقولي لهمش على فقدانك الذاكرة. عابر اوكي ما غادي نقول لهم والو. تسكات فضو، تسكات حدا شويه سارحه في ايلول. نضى راسها المعتصم ما عجبوهاش، حتى داك التقرب ديالو ملي جات وهي تبوسط على النقفي كل كان باقي لها غير شويه وطغلت نعس حداه. عابر معتصم شنو علاقتك بايلول؟ هو سد عينو، ايلول بنت خالتي الله يرحمها فاش ماتت ايلول طبت معنا في الدار، يعني قلت لك راه اختي الصغيره. وانا سي دابا راني عيان باغي نسارح، ما غاديش نقدر نعس اليوم. معتصم وعلاش؟ مازال ضراني كتشي شوية. معتصم واش العادة شهرية؟ لا لا مازال 3 أيام الوجع فيا ولكن ما جاتنيش. فاش كانت في المستشفى نعسة مدام الوراها إلا عقلتو عليها راه علمات شحال من حاجة ودوات ليها حتى دوات ليها حتى على العادة الشهرية وشنو كدير. المهم معتصم حيت داز كتر من شهر فاش دارت الحادثة، يعني تقدر تكون حاملة. داكشي فاش فكر غدا فاش نجي من الخدمة نمشيو عند الطبيبة نشوفو هاد الوجع شنو سبابو. حط يدو على كرشها بقى كيدلها في مصر حتى غفات. اما هو طار من النعاس باغي يشوف مخططه واش نجح. اما عند ايلول ما قدرش تنعس، جالسه هي ونرمين في البيت. نرمين نار عليك يا بنتي دوختي نمشيو بجي ديالك وداسي. قفات ايلول شافت خالتها، واش كدوي من نيتك يا خالتي؟ واش انا 5 سنين ولا كنتسنى فيه ونحلم وهو عايش حياته ولا مزوج وزوينه والده بلا خبرنا؟ نرمين ايلول راني قلت لك بلا ما تعصبي راسك وخلي كل شيء عليا، صبري غير غنسخنو بلاصتو وكنوعدك غادي نخرجوها من حياته، انتي اللي غادي تكوني مو مراتو ومتحفيدي ومتحفيدي سراج. فاتح داها وابتسمت ليها، احفادي الاخرين يلا دابا حاولي تنسي باش وجهك يكون منور وتكوني زوينه. صباح جديد على الابطال ديالنا اللي غادي تبدل فيه شحال حاجه في حياته،
فتحت عينيها ما لقاتوش، دورت عينيها في الجناح ما شافتوش، لقات ورقة حداها، وحدها ورطة خداتها كتقرا. فراشي صباحو، ما قدرتش نفيق، انا مشيت للخدمة، بغيت معايا الزوج نلقاك واجدة باش نمشيو للطبيب. غات من بلاصتها دخلت للدوش، طرفات حالتها ولبست عليها، بغيت تبان طبيعية وفي نفس الوقت تكون زوينة. خرجت من الجناح، مشات للجناح تاعها ما لقاتوش، عرفات بلي المربية سبقاتها. على طاولة الفطور كانت جالسة الحاجة وحدها سراج على الكرسي، كتلعب معاها فرحانة بيه بزاف، ونيرمين حتى قايلو لي مصلح معاها باين بازا اوفر بزاف. حاجة شافت عامر نازلة ابتسمت ليها، تبارك الله على عروسي، قمر مضوي في النهار. سمعت عابر جات بس لها راسها، شافت في نيرمين وأيلول وابتسمت ليهم حتى هما، صباح الخير أيلول، شمن صباح هذا راه 11 عاد نازلة تفطري. عابر بس السراج وجلست خدات طوست كدهنو، حتى نتي كنشوفك كتفطري وبدات كتاكل. نيرمين ما قلتيش لي عابر شحال وانتي مزوجة بولدي؟ عابر 3 سنين خالتي وحنا مزوجين. نيرمين مزيان، يا غير تزوجتي وحملتي، حيت سراج باين غادي تكون عنده ديك عام وشي شهور. ويا خالتي بحال اللي علمك ربي، غير تزوجنا وراها بشي شهور حملت. اي لولو مالكي على حالتك، كنتي تصبري عام ولا عامين عاد حملي. عابر معصاصم كان بغي الولاد وكملت فطورها. نيرمين اللي فاهم هنيا بغي تعرف عليها كلشي. ما قلتيش ليها كيف تلاقيتي بمعصاصم؟ كنت خدامة عندو سكرتير وتماك تعرفنا ومن بعد تزوجنا. نرمين شكون هما عائلتك؟ عبير غير سمعت السؤال رشات ليها هذيك القهوة، رشقات ليها بدات كتكحب حتى شربات الماء داك تحت، حتى خدات نفس ورزحت من ديك الكحبة ودوات. أنا ما عنديش عائلة. غبشات نرمين كيفاش ما عندكش عائلة؟ عبير مرضاش تقول ليها باللي هي يتيمة، ولكن بحال هاد الأمور ما كتخباش. أنا لقاوني حدا واحد الكنيسة وتربيت في الملجأ. ايلو ضحكات بشات، لا مزيان هادشي اللي كان ناقص، بنات الحرام يدخلوا العائله. عابر بغات تجمع ولكن الحاجه قاطعات وشدات يديها، ما تقوليش هاد الكلام بنتي، انت عندك معصاصم وسراج وحنا هما عائلتك. وشافت في ايلول وماشي اي واحد ضربه في المجاء كيكون ولد الحرام ولا بنت بنت الحرام. عابر حسات بكلام الحاجه، هي ماشي يتيمه، عندها عائلتها الصغيره اللي كيبغيوها وكتبغيهم. داز الوقت شمع ساسم صنع لعبين اللي كانت كتسنى باش يخرجوا، خرجت لقاتو كيتسناها، ركبات اكسيرة. مازال فيك الوجع؟ شويه كيمشي ويجي. معتصم واش مازال ما جاتك العاده؟ لا لا مازال. كيف دوزتي نهارك مع العائله؟ الحاجه الله يعمرها دار حنينه بزاف، صحيت لا ولكن سكسات. معتصم وعينو على الطريق، ولكن شنو شافت اتجاهه؟ ما تقلقش مني ولكن ما ارتاحش لهذيك ايلول وحتى ماماك، اسمح لي ولكن انت كتعرفني اللي في قلبي على لساني. عرفها غير علي من ايلول، غير من دوك النظرات اللي كانت دايره فيها البارح. عبير راه قلت لك بلي ايلول اختي الصغيره، بلاش من الغيره، مادام نيرمين من الاحسن بعدي من طريقها، ما تخليش افكارها يستحوذوا عليك، ما تجمعيش معاها اوكي. سكسات ما جاوباتوش، الطريق كلهم ساكتين حتى وصلوا عند الطبيبه اللي كانت كتصينهم. دخلوا ويديهم شابكين، ومعتصم داير ابتسامة جانبية. وأخيرا غادي تكمل الخطة ديالو من بعد ما أنو مناش يخاف، إلا رجعت ليه الذاكرة. دخل عند الطبيبة، إمتى جاتك آخر مرة العادة الشهرية؟ شافت معتصم اللي هو جاوبها، شي شهر وأسبوع، وهاد الأيام كتحس بالوجع معرفتش علاش. المهم دوزي نديرو فحص بالتلفازة ونشوفو شنو كاين. دخلوا لبلاصة الفحص، كات خدات الطبيبة داك الجيل دهنتو ليها، بدات كتشوف. معتصم حتى هو كيشوف معاها ما قدرش يصبر. وي دوي حامله ياك دكتوره؟ مازال كتشوف، بقات شويه كتشوف، شافت فيه للاسف ما حاملاش، ما يمكنش لها تحمل. معتصم كيفاش؟ كيف ما سمعتي للاسف ما يمكنش لها تحمل؟ قبل ما تكمل كلامها قطعتها عابر، كيفاش ما يمكنش ليها نحمل وانا ديجا حملت ولدت؟ رجعت شافت معتصم ملي كان لونو تصنق ملقى ما يقول، بقى لسان الطربات كيفكر شنو غادي يقول حسد هاد الطبيبه. مادام عابير راه نتوما ما خليتونيش نكمل كلامي، راه ما يمكنش لك تولدي حاليا حيت عندك البويضات صغار. وشافت معصاتي حتى حيت عارفه كاذب عليها، حيت هي الطبيبه اللي كانت شافتها النهار الاول وكملت كلامها، شحال وحده ولدات وقع لها مشكل ديال الهرمونات. معصاتي عاد رجعت فيها الروح شويه، هاد المره نجا منها ادوى. واش دابا ما يمكنش لها تولد في مره؟ لا يمكن لها تولد، ولكن خاصة تاخذ واحد الشوكات باش البويضات يكبروا. عبير بقات غير ساكتة وشافت فيها، وعلاش لا قال لي غير ما جاتنيش فيا الوجع؟ لا غير ما جاتكش، حيت البويضات ما كبروش باش يتم التفجير ديالهم،
وفي الحالات في حال ديالك لا غير كتبقى 3 شهور او 4 عاد كتجي. ما تعرف شنو خاصنا نديرو باش تحمل. حاليا غادي تاخد واحد فانيت غادي تشرب اليوم 3 وتحبس باش غدا او بعدو بالكثير تكون جاتها لي ريغل. النهار اللي غادي يجيها لي غادي تجي عندي باش تاخد الشوكه. غادي تبقى تاخد الشوكات هاد 10 ايام كلها على حسب البويضه، امتى غادي توصل الحجم المثالي، ومن بعد غادي ناخد شوكه من نوع اخر باش تخرج البويضه من الكيس. وهنا غادي تكون المهمه ديالي سالات، وغادي تبدا الاتصال الجنسي باش البويضه تلقح. معتصم اوكي هاد اليوم يرجع ان شاء الله. نض من بلاصتو، خدا الورقه ديال الدواء اللي خاصها تاخد، ابتسمت عابر الطبيبه وخرجات. بقاو ساكتين حتى ركبوا في الطوموبيل. عابر شكون قال لك بلي انا باغي نحمل دابا؟ معتصم وها كيدي ماري الطوموبيل، علاش لا؟ واش ما بغيتش تعاودي تجربي احساس الامومه من جديد؟ بقات ساكته شويه. اه باغيه نجرب داك الاحساس ديال الحمل والحام والولاده اللي نسيت، ولكن في حال هاد الامور كتبغي المناقشه. كيفاش مناقشه؟ انا باغي وانت باغيه، ما يحتاجش نناقشوا. لا كيحتاج، حيت انا انسان خاص اي حاجه واي قرار كيخص حياتنا ضروري نتناقشوا فيه. عصباتو بهذا الكلام، اول مره كتعارضو مولف اللي قالها لها كديرها بدون مناقشه. قف الطوموبيل جنب الطريق وشاف فيها. دابا جيني بالاخر، بغاش تحملي؟ انا قلت لك باغا، ولكن قطعه ما كاين ما ولكن. صافي كلمه واحده وقلتها، خاصك تعرفي عابر بلي كلامي هو اللي غادي يطبق، لا جدال في قراراتي، وخاصك ترضي بهاد القرارات. اول مره كيهضر معاها بهاد النبره، حسس بلي هو اللي كيسير هاد العلاقه، هو اللي متحكم في كل شيء، هي غير ديكور في الدار كيلبي احتياجاته فيها. قرر يزيد بابي اخر ومستشرش معاها، كيتحكم فيها مع من تدويب عمل. لا كتفكر واش من ديما كانت هكا ضعيفة الشخصية، واش من ديما كان هو الكل في الكل وهي في القنت منبوتة. كملوا الطريق كلها هما ساكتين حتى وصلوا. جات نزل هو يوقفها، وبغيت حتى حد يعرف فين كنا. شافت فيه بلا ما تدوي، نزلت وسدات الباب. اما هو ضرب يده مع الفولو كيحس انها بدات كتسترجع طبيعتها، خاص ضروري تحمل قبل ما توقع شي كارثة، وهو صابر عليها كيعاملها بالهداوة. فكرات بأول مرة دوات معاه كيف كانت كتلاج معاه في الكلام، خاصو يسيطر على الوضع قبل ما يفلس من يدو. مع نزلت من داخل وهي تبان لي جالسة في الدسيرة اش كتلعب معاه، مع شافتو عبزات وشافت في الحاجة. تخليك دابا الحاجة نمشي نبدل عليا ونجي. حاجة سير ابنيتي سير، الله يرضي عليك. وزاد السراج من يديها وتمات غدا ما كتشوفش فيه حتى وقفها بكلامه. عطاني الدري وسيري ارتاحي، بغيت نجلس معاه شوية. ما عطلاتوش، عطاتوني مهوبشة وكملت طريقها. كلشي هادشي داز من قدام عينين ايلول اللي كانت جالسه وشافت الفيلم من الاول وعرفتهم خاصبين. نضت كتعوش مشيت حتى جلست حداه. مع سامي واخا عليك شحال ما شفتيني، ما قدرتيش يوم تبقى معايا في الدار اولا تعرض عليا الغدا؟ صافي نسيتي المشه ديالك؟ شاف فيها كان عندي اجتماع الصباح ما كنتش قادر نخليهم. وابتسم ليها، ولكن مازال الوقت، نوضي سير لبسي عليك ونعرض عليك العشاء. نط قافزة كطير. اه ياي غادي نتعشى على برا، تسنى 5 دقايق نكون عندك. خلاتهم مشات كتجري هي خايفة عندك يبدل كلامه. مشو واحد شوية عند سعاد، ملي رجعت المغرب كانت لقات خدمة وخدامة فيها، كتحس كضرب سمار ماشي بحال ملي كانت في استراليا. عليك ابتسمت ليها، بنتي جيتي على سلامتك. كانت كتصلي جماعة السجادة ديال الصلاة. كدوزتي نهارك بنتي؟ الحمد لله غير الخدمة مع المغاربة ماشي في حمد سارة. مالكا وانتي اللي بغيتي يا بنتي تخدمي؟ اما الحمد لله الرزق كاين. سعاد راه ولفت الخدمه ما كيعجبنيش الكلاس. اجيب هذا واش كريتو الدرس في ليا؟ شفت ضوا وشاعلين. مالكا يا بنتي راه كريناها اليوم. اما هي جالسه في البيت بعد ما خلصت الدواء اللي عطاتها الطبيبه، سكات شويه كتحس بالدوخه، تسناته يطلع ولكن ما بانش ليه الاثار. ما تلبسات بنطوفه وتما تنازله كتقلب عليه بعينيها ما شافتوش. فتحت الباب في المكتب والو ما لقاتوش. رجعت كتقلب عليه تلقاتني من كتقرا في واحد المجله، غا شافتها عرفاتها كتقلب عليه خلاتها تسالات بلا ما تقلبي عليه راه خارج. جلست حداها، انا عرفتو غادي تكون جاتو شي خدمه. حطتني من المجله من يديها وشافت فيها ابتسامه مستفزه. لا حبيبه ممشاش الخدمه. خرج هو بنت خالته ايلو العرض عليها العشاء. واش ما قالهاش ليك؟ عابر مرضاتش قول ليها ما في خبارش. اه الله الله يفكرك في الشهاده، قالها ليا ولكن انا نسيت. خلاتها وخرجات كتحس بالبروده طالعه معها. كيفاش خرجت تعشى مع بنت خالته بلا ما يقولها ليها؟ واش هي مونيكا عنده يدير اللي بغاو امتى ما بغا؟ قرر يخطط لكل شيء بوحدو هي ما على غير السمع والطاعه. جلست كتفكر في هذا الشيء كانها ديكور في الدار او روبو خاصه ضروري تعرف الماضي ديالهم، حيت داكشي اللي عاود له ماشي هو اللي لقاتو. حتى اهتمامه بها ولات كتحس كانه كيدي غير الواجب الزوجي ديالو، ما كيشوفش في عيونه، كتشوف في عينيه الحب تجاهها.
حتى الكلام الزوين ما عمرو قالوا ليها، حتى كلمة كان بغيك عمرها سمعتها منه. في نفس الوقت كتفكر في هاد ايلول ما بغاتهاش وما تصرفاتش ليها، حاسه بشوفاتها ماشي بريئه تجاهه. نات من بلاصة وهي خدات قرار انها ما غتعرف شنو تحط راس ايلول وما غاديش تخليها تخرب لها حياتها. معتصم ايلول جالسين في حضره السوق كيطرح على البحر. ايلول اللي ملي جلسوا هي كتشوف فيه وفرحان وما سكتش من الهضره، حتى معتصم عطيها وقته وكيجاوب على كل سؤال، حيت هي امانه ديال خالته الله يرحمها وكيعتبرها اختو صغيره. ايلول علاش ما قلتيش لنا بلي غادي يتزوج؟ علاش ما علمتيناش نهار اللي قراتي هذا القرار؟ ايلول انت مازال صغيرة على هادشي، قرار زواجي كيخصني والحمد لله قراري كان في محله. سولاته بتردد، واش كتبغيها؟ حط الفرشات من يدو. ايلول اخر مره كنقول لك مازال صغير على هذا الكلام، ولكن كوني هانيه راني مرتاح في حياتي. انت اللي فين وصلتي في قرايتك؟ شنو درتي فاش مشيت؟ بدات كيتحتو كتعاود لي بالتفاصيل بالعادي باش تخليه يتعطل اكثر ما رجعش بكري. وصلت الوحدة الليل ومعصاصين مال مال مجال مجال عبير في البالكون كتسينو تحسات من البرد. دخلت البلاصة تسكات ودموعها دايزين حتى نعسات، ما عجبهاش التصرف هذا وهي مرات وخصيد الاعتبار. من بعد ما هضروا هما في القديم والجديد وصلوا للدار حتى الزوج الليل. أيلا مشات البيت فرحانة حيت دوزات وقت زوين معاه، وفي نفس الوقت خلاته دخل هو البيت لقاه مظلم من غير الضوء اللي داخل من البالكون. محا ناسا قرب تجاهها كيشوف فيها حتى المحا اثار الدموع، ما عطاش الامر جديه. دخل الدريسينغ بدل عليه وجات تسكب بلاصه ونعس. الصباح كيف العاده فقت عابر لقاتو ناس حدا بقات كتشوف فيه. نات من بلاصه دخلات دوشات وخرجات لعند سيراج، بتلات ليه في طراسو وخلاتو مع الحاجه وخرجات للجرده كتشم الهواء. حتى كتلمح واحد من دوك لي كارد واقف تحت الشمس، كانت حاره والعرق نازل عليه بقى فيها. رجعت شافت فيه وبقات واقفه شويه وابتسمت، رجعت دخلت الكوزينه خدات كاس ديال العصير كبير درت فيه الثلج وتما تغدا عنده. كان واقف ظهرت حدا ستي الحسن لابسه كسيوه قصيره كلها الجسم ديالها منها باين وصدرها خارج والشعر مطلوق على طول مسبسب. ما عرف راسو باش تبلا، ما قدرش يشوف اتجاهها فغا حاني راسو. كيبانوا لي غير في خداتها البيضين على عينو شويه بانت لي كريشه. اما عبير دايره ديك الابتسامه البلهاء ودوات بالانجليزيه، تفضل اخويا راه الشمس حاره عليك وعنده عندك يكون جاك العطش، خذ لك هذا الكاس ديال العصير تبرد به شويه. ما عرف ما يقول لها، باغي غير تمشي دغيا قبل ما يجي معتصم ويكحل عليه. شكرا مدام، ولكن انا فقد الخدمه ممنوع علينا شي حاجه حتى يسالي وقت الدوام ديالنا. شدات يدو درت ليه الكاس، والله حتى شربوا اصلا ما كاين حد غير شربوا دغيا. معتصم كان واقف بالبالكو لمحها واقفه مع الكاس بديك الحاله وكتبتسم ليه حس بالنار في قلبه. ما بغاش تكون واقف مع شي حد وبديك الحاله جالسه كلها بين ديك الكسوه ما ساترا والو، ما حس راسو الا ونازل كي العجاجه اللي عندها. ما وصل غير في اللحظه اللي شدت بها اليد للكارد، حسس غير بداك الكاس جا في الارض والكارد طايح ومعتصم فوق عليه بالكروشيات. واش انا جايبك تخدم ولا جايبك زها؟ قربت لعندو وهي مخلوعه كتبكي ما عرفات شنو وقع. شدات في دراعو باغيه تبعدو عليه ويدور فيها وعطاها واحد طرشه للحن كيشوف فيها وعيونو حمرين. قرب لعندها ودوا غادي تطلعي لبيتك وغتسنيني تماك. جات دويه مازال حاطه يد احلى هناك، شنو درتي؟ قطع بيتك دابا ولا زيدك واحده اخرى. مشات كتجري دخلت طالعه للبيت، ما رضاتش بديك الطرشه اللي عطاها خصوصا فاش دارت لقات ايلول ونيرمين واقفين كيتفرجوا كيشوفوا فيها بطريقه مستفزه. تلحس على لاموسيا كتبكي ما عارفاش علاش دار هكاك، اول مره يضربها. كتحس بحنكها منفوخ، ناط حدا المرايه كتبقى احمر وجن فمها فيه الدم. شويه تحل الباب دخل كيشي كيشي تراب، غادي يخرج في شي حد. خبط الباب وتم عندها خطوات مسرعه شده من دراعها. واش كيسحب لك تجوجي بمرا ولا شنو ادوي؟ عبر وحتى في يديها والدمع في عينيها. محتاسم معاها فاكره كتوعدني مازال غادي توعدي مزيان. خبطها حتى جات في الارض تحنا قفازي عندها شده من شعرها اللور. نتوما ما كتبغيوش الراجل اللي كيحترمكم حيت كلكم بحال بحال، اليوم غادي نربي اصل امك باش المره الجايه ما توقفيش معاهم. كيدوي معاه وكيشوف كيفاش اللحم ديالها باين وفخاضه وكرشها كلشي عريان حتى حاجه ما مستوره. كرز على يدو كيتخيل بلي هذاك الكارد شاف هادشي كله ويجمع معاها بطرشه اخرى بظهر يدو تا خلاها كلها لحمها كيوصوص. كيدور عروق خارجي من عنقو. اش قلت لك؟ اش قلت لك داك النهار دوي؟ غير كتبكي وعتها كتحس كلشي كيضرها. الزمن دراعها حيد الصمته هي غا كتشوف فيه ما عرفاتش شنو كيعمل حتى كتحس بواحد الشحطه لدراعها.
معتصم الجنون كينقز في قدامه. دوي داك النهار قلت لك حتى حد ما يشوف ذاتك، عاود شحط على الدراع الثاني بدات كتبكي حفاك معتصم ضريتيني بزاف راه نسيت والله تنسيت. من اليوم ما غاديش تنسي حيت ما كتفهميش من الكلام. ضربها الفخدام ديك السلطه بالجهد بجهه الحديده كل شحطه كيخلي فيها الدم، ولات كلها زرقاء كتحس بذاتها كلها كتألمها. قرب لعندها شدها من العرقه حتى كانت عليها تخنق. اليوم جات هكا، المره الجايه غادي ندفنك حتى حد ما غيسق لك خبار. فحاجه طيح على الارض ودخلت الدوش. اما هي فاش كان قاجها كانت كتسمع والو، كانت كتحس بحال هاد اللحظات راه فين تعاشتو وهادشي كيتعاود من جديد. ما حسات به الا ورا دخل على الارض. دخلت الدوش معصب اللي حدا كيشخشها، ما قدرش يتحكم في نفسه، ما كانش باغي يتحول داك الوحش اللي ما كيرحمش. وعد نفسه انه ما عمر ما غادي ياذيها ويضربها، غادي يعيش اميره، ولكن ما عرفش علاش ما قدرش يتحكم في راسه. فاش شافها واقف مع داك الكارد واكثر ديك اللحظه اللي كان شاد ليه في يده ما بغاش تحيد ليه من قدام عينيه، نسر عليه داك السروال. دخل الدوش خدم ما بارد باغي لا يهدى لانه مازال شاعل، خاصو يهدى قبل يخرج عندها اللي يقدر يزيد يكمل عليها. عمير مسكينه متكيه على الحيط، وقفات كتحس بذاتها كلها كتألمها، واحد العين واخا فاتحه ما كتشوف بها والو حيت منفوخه. كتمشي حتى وصلت قبالة المرايه كتشوف ذاتها كيف دايره، كلها مخطه بالزروقه والدم نازل منهم ودموعات اللي كتفكر بحال نهار اللي فقت منه غيبوبه. كانت ذاتها فحال هكا كلها مخططه، على بالها ملي يقدر يكون سبب الحادث ديالها ماشي الطوموبيل، يمكن وقع لها فحال اليوم، يمكن معتصم عنفها وضربها. بداو اسئله كيدوروا في راسها وباغا تعرف الحقيقه. جلست حدا واحد الفوتاي بزز ما قدرتش تحرك شويه، هي تشوف خرج من الدوش لاوي عليه غير فوطه. شافها كي جالسه وذاتها مزوقه لحظه بقات فيه، كان عليه يتحكم في الغضب ديالو، ما كانش عليه يدير لهاد الحاله. قرب عندها بخطوه ثابته حتى وصل قدامها، حط يدو على وجهه ولكن قفزات، خفت يزيد يضربها وضمع دايزين. واعتصم بهمس شش ما غاديش نضربك، بقات غير ساكته وكتبكي. ملقى ما يقول لها، ولكن هي اللي قلبات عليه زاد قلب عندها هزه بين يدين. كتحس براسها تعكرات، دخل للدوش حطها بحوايجها وسط البانيو اللي كان عامر بالماء. قفزات فاش تحطات في البانيو بدوك الضرابين اللي مازال كيعقروها، بغى ينزل لها سلسله الكسو هي توقفو. ما تقيسنيش ما حد مني، بقى كيشوف فيها شويه ولكن زاد قرب حتى قاسها بيدو. ولات كيشي حمقه كتغوت على حر جهده، ما تقيسنيش ما حد مني، كتدفع فيه وكتغوت وكتشهق. تصدم ردة الفعل ديالها، كيشوفها كيفاش كدفع فيه، ما بغاش يقرب، بغاتوش يقرب ليها، وكتغوت بحال شي حمقه مده وهي يشوف عادها وهي عنقها. ش غير سكتي عابر، سكتي وتهدني. كيدوز يدو على ظهرها بحين يندم على اللي دارو فيها، ولكن هي اللي دارت علاش بالنسبه ليه. فاش حسات بيدي على ظهرها واخا بغات تبعد عليه، ولكن هو ما تزعزعش مده وهي على ديك الحال، حتى نزلت يديها صوت بكاها مالي المكان، علاش ترسي فيا هاد الحاله شنو درت ليك. بعد عليها وشد وجهها بين يديه كيشوف فيها، ياك قلت ليك ديك الخطره عبير، وحذرتك من هاد اللبس، وقلت ليك داتك خاصها تكون بالصوره، حذرتك عبير، قلت ليك المره الجايه ما غاديش ندو، غادي نتعصب وانا اعصابي خايبين. سكت شويه وكمل كلامه، كنتي لابسه هادشي داخل الدار ماشي مشكل، ولكن لابسه وخارجه كدوري حداهم برا، والزوينه شاده في يد واحد منهم. انا راه ماشي ديوز باش نسكت على التصرفات، وديري عقلك عابر، غادي تعيشي مرتاحه، غادي تكوني معايا اميره زمانك. مازالت معاناه لي كتشهق شهقات خفاف، ولكن انا ما قصدتش ونسيت كلامك، واخا ما كانش عليك الدنيا ديك الحاله. بعدات وجهها من بين يديه وكملات كلامها، وحتى حاجه ما كتبرر لك هادشي اللي درتيه فيا، الا اذا كنتي موالف ديما كدير في هاد الحاله. شفت دوك الخطوط اللي في يديها ورجليها، تعصب عارفه كتقصد ليه بكلامها على قبل من فقدان هاد الذاكره، وهادشي اللي هو ما باغيش، مبغاهاش تشك فيه، باغيها تكون ثقه فيه. بقى ساكت شويه وينطق، عبير اي راجل كيف ما كان ما كيبغيش مراتو اللي هي الشرف ديالو الدور حدا اللي كان بهاد الحاله وطوي معاه. جاوباتو، حتى انا كنظن ما كانش شي مراه كتقبل راجلها يخرج مع شي وحده من غيرها بلا ما يقولها لا ويجي حتى منتصف الليل، عارفه مقلقه حتى من خروج البارح. عبير هذيك راه بنت خالتي فحال اختي، هانت قلتيها فحال اختك، وعاد ماشي هادي المشكله. حتى تصبع على صدره، مشكله فيك انت، كدير اللي بغيتي وقت ما بغيتي، كتخطط وكتفصل وكتقرر بدون ما ديري اعتبار، كأن لي ديكور عندك هنا حاطو اولا مونيكا. انا هادشي ما عجبنيش، انا فقدت الذاكره وما عاقل على والو اه، ولكن انا عندي هذا،
رجعت حطت صبع على راسها. عندي دماغ هنا كنفكر بيه وكنفهم بصح من الصواب. من خلال البحث ديالي عرفت العلاقه اللي خاص تكون بين المراه والراجل. مش احنا مزوجين غير في فلاش ولا على قبل نولدوا الاولاد، كاين بزاف الحوايج كيتشاركوها المزوجين وقرارات اللي خاص تخاد بعد تشاور، ماشي اللي بغى شي حاجه يديرها. وكاين لغه الحوار والنقاش، ماشي العنف معتصم، ماشي العنف. اه عندك الحق، انا غلطت باش خرجت من الدار وانا لابسه بهذه الطريقه. اه وغلطت حيت شديت في يد واحد من رجالك، وانت ما غلطتيش. ها انت اللي خارج مع هذيك وحدكم وبلا ما تخبرني، على الاقل علمني واش ما فكرتيش باش غادي نحس وانا كنتسناك في البالك وحتى نصاصات الليل. قساك ما بقى ما يقول لي عندها الحق في شحال من حاجه، ولكن هو طبعه هكا عصبي بزاف. اما على علاقته فهو لحد الان كيعتبرها وسيله لتلبيه رغباته فقط، ماشي داك الزواج ديال الناس العاديين، داك الزواج اللي غادي يشارك تفاصيل حياته ويعلمها باي خطوه باغي يديرها. ولكن الا بقى كيتعامل معها بهذه الطريقه تقدر تنفر منه، تقدر شي نهار ترجع لها الذاكره، وهذا الشيء ماشي لصالحه، خصوصا مازال ما كاين حتى حاجه كتربطهم من غير داك العقد. ضروري خاص يكون بيناتهم وليدات، باش واخا يجي النهار وتفكر كلشي غادي يكون شاده من يدها اللي كتوجعها. عابر بصراحه عافاك، خرج، بغيت نبقى بوحدي معتصم، خليني هاد الساعه. لا ما غاديش نخليك بوحدك، خليني نساعدك حيت ما تقديش دوشي ولا حتى تحركي. سكتات حيت عنده الحق، لا تقدر حتى تعلي يديها. هساك دوش، بقات ساكته خلاتو كيدوش ليها، وقفها بزز حيت داسها كلها كتعقلها. وعليها الفوطه وخداها للدريسينغ، لبست غير كسيمه خفيفه ومشات للناموسيه، خدا واحد البوماده ديال السيكاتريس من المجر وبدا كيدهن لها داسها اللي كلها كتعقلها. فين ما كيحط الضوء على شي بلاصه كتقفز وكتعاد على شنيفها. غادي يقتل القتيل وكيمشي في جنازته، كيحس براسو خصو يرطب مع هاد الايام حتى ينال مراد وعاد يبين الوجه ديالو الحقيقي. خدا يديها وباسهم، سمحي لي يا حبيبه درت فيك هكا، ولكن راه كانوا عيني مغمضين، ما عرفتش كيفاش وصلت لك حاله. بدا كيشوف فيها بترجي، بقات كتشوف فيه كيف كيشوف فيها ويترجعها تسامحو، كيبان ندمان ديال بصح عافاك بغيت نعس. تكات بلاصه وسدات عينيها، نهض وناض. اوكي يلا نعسي ارتاحي شويه. واش خديتي دواك؟ اه خديتو الصباح كيف قالت لي الطبيبه. يلا انا غادي نوصل يجي انا تجيب لك الغدا ديالك حتى لهنا بلا ما تنزلي. واخا قول لها ما تخلي حتى حد يدخل عندي. واش عرفت فيه؟ بغيت حتى حد يشوفني في هاد الحاله. عارفه ما بغاتش اي لون بالضبط، اولا ما يشوفها في هاد الحاله. دخل لبس عليه، بس الخدمه خدا تليفون وسوارت وخرج. بقى ناعسة، بقى كيحقق في ملامحها في الانين ديالها، داري على الوجع اللي فيها، خلاها وخرج لخدمتو. اما لتحت كانت نرمين وايلون فرحانين كيحتفلوا بداك الشيء اللي طرا بيناتهم. نرمين ضروري خاصك تشوفي البارح فاش قلت لها بلي خرجتو، كيف تبدل وجهها واخا قالت لي بلي معطاتي معلمها ونسات، ولكن عرفتها كذبات. دابا انتي خاصك تقربي منه وتشعلي نار الغيره في قلبها، وهي غادي تكلف بالباقي. بقاو مجمعين وضاحكين، كتشوف فيه كيف شاد لها في يديها، واخا ملامحو ما بيناش مزيان ولكن صوتو مسموع. خدا يديها وحطها على فمو. جلال كنبغيك عامر، كنبغيك بزاف. هي كلها مزنقه وحشمانه، بعدات يديها فمو ابتسمات، حتى انا كنبغيك. جلال هو كيبتسم ليها ابتسامه اللي كانت ديما كتسحرها، كنموت على الحشمه ديالك، كنموت عليك. شوف بدا كيبعد، لقات راسها وسط بزاف ديال الناس لابسين الكحل وكلشي كيبكي وكيغوت، وحده منهم كتدوي، انتي سببها المنحوسه، انتي اللي قتلتيه. لا ما قتلتوش، حطات وجهها على يديها حتى كتحس بيد، كتطبطب على ظهرها علات وجهها، بدات كتشوف فيه كيف جالس عيونه كلها حب ليها وألم في نفس الوقت. وشي مالي شعرو لحيتو، بغيتك تكوني قويه، بغيتك ما تستسلميش، خاصك ضروري تحدي الصعاب اللي في طريقك، ضروري تعيشي حياتك وتولي تضحكي، ما تكتولي عابر اللي كل حيويه وحياه. سكت شويه وكمل كلامه. والله يرضي عليك يا بنتي، ديما دعواتي معاك فين ما كنتي، نعم ما كنتي وربي غادي يحفظك. بغات تحقق فيه، باغي تشوفه، ولكن شافت غير عيني وشعره واللحيه ديالو، ما قدرتش تشوف باقي الملامح. بقات كتحقق فيه، باغي تشوفه، ولكن صورته بدات كتلاشى بشويه بشويه حتى مابقاش كتبان ليها. كتدور عليها في ديك البلاصه اللي كلها بيضه، بس كتحس بشي حد شاده من دراعه وكينادي بسميتها. ودابا عابر، مادام عابر، بدات كتحلف عينها وهي تشوف حداها. جينا مدام عابر، واش نتي لاباس؟ راه من الصباح وانا كنعيط لك ما كتجاوبيش، فاضطريت ندخل عندك. نشوف مدينة مراكش، كانت واحد البنيته اللي على غندخل القصه ديالنا سميتها إكرا، عندها ملامح مغربيه اصيله، شعرك حل كيساوي هذا الليل طويل واصل خصرها، لونها خمري
أسمرة ما بيضة، واخا مازال عندها 18 عام ولكن كتبان كبر من عمرها. عيونها كانوا في لون القهوة وروشها كتاف سبحان اللي خلقها. رباتها جداتها من بعد ما توفات ماماها وهي في عمر 8 سنين، وباه مبغاش يتزوج، كان خايف لا تجي شي وحدة تكرفس على بنته. ما طولش شهر المرض خايف الرئاسي ديالو ومات، وكانت إكرام يلا خدات البكالوريا ديالها، البكالوريا ديالها توفى الأب، ودابا كتقلب على خدمة باش تقدر تعيش هي وجداتها، وحتى فلوس الكرام مبقاوش قادين عليهم. وأخيرا لقات خدمة في واحد الريستو وهي فرحانة، غتبدا خدمة غادي يخلصوها 50 درهم النهار، وخا غادي توصل للمعين ولكن تقدر تكفاهم هي وجداتها. لقات بلي مازال خاصة شوية المدخول باش يقدروا يعيشوا. بقات كتفكر، لقات واحد الفكره انها مشات عند السمسار وطلبت لي انه يشوف لها شي بنت اللي تكون بعقلها ومثبته وماشي اللي فيها قوه الدخول والخروج، انها يكريو لها واحد البيت من الدار ديالهم اللي في السكن الاقتصادي. اما عند لالا سعاد اللي كانت في المغرب مع عائلتها، كان جاها ميساج باسم دانيال ويتجاوبو. هاي مسيو دانيال، هو كان جالس في واحد القهوه كيشوف الناس غاديين جايين، عالم غير العالم اللي عايش فيه، ناس بسيطة أغلبهم لباسهم محتشم عايشة البساطة. غير شافها جاوبات وفرح، صفت لها بغيت نشوفك إلا كان ممكن. قالت الميساج داش كيقول فين غادي يشوفها، اش باغي تدوي أبل الفيديو؟ دانيال ابتسم، لا باغي نتلاقاك. كدوي مع راسها واش هذا حمق، وعارفني في المغرب كيف غادي نتلاقاه. كتبت لي راني مازال في المغرب، كيف غادي ندير تلاقاني؟ علاش باغي تشوفني؟ جاوبها انا راه في بديت جالس في واحد القهوه. كتقرا الميساج وعينيها خرجوا فاش عرفاتو في سيطوال. اول حاجه جات بالها يمكن عنده شي معلومات على اختها، ولكن اختها ماتت، ولكن علاش جاي؟ شحال من تساؤل في راسها، وفي نفس الوقت فرحات حيت هو هنا. عرفاش علاش فرحات؟ فاش قال لها بلي هو في مدينتها. بقات شويه وهي تكتب لي اوكي انا غادي نجي، صيفط لي الموقع ديالك. ايوا دانيال كانت عجباتو سعاد، هو الانسان اللي وقف معاها وعاونها ملي كانت في استراليا، حتى قدرت انها تجيب الجثه ديال اختها وتجيبها المغرب. هي مخبارات بلا دانيال راه متفق مع العصابه باش انهم يمثلوا على هذا الشيء كامل، ودابا جات معها المغرب. ابتسم واخيرا غادي يتلاقاها. شهرين ما شافها، شهرين هو كيبحث على اجوبه لاسئلته، شهرين هو كل دقيقه كيفكر فيها. كان بغي يتقرب منها باي طريقه. اول جمله قالها لها ملي جلسات تصبح في القهوه بلا توحشها، خلاها مصدومه وكتب العريقه بصعوبه. صراحة هو عاونها بزاف ووقف جنبها في اصعب ايامها، دابا جات الفرصه ترد ليه الجميل ديالو. وافقت انها تخدم معاه كمرشده سياحيه، غير بالضحك زعما كان بغاها تعاونو انه يدور في المدينه وتوريه البلايص اللي فيها زوينين. وافقت انها تخرج هي وياه بعد الخدمه ديالها مع 3 د العشيه. فرح وشكرها حتى هي، قالت له ماشي مشكل هذا واجب، تنسرك وقفتي معايا. اما في مطار دبي الدولي وسط واحد الحشد ديال الناس، كانت غاديه جهه التفتيش لابسه نقاب اسود بين غير عينيها اللي من كحله من الكحل لونهم الاسود كيجذب اي واحد شافها. خوجها مغطي ولكن عيونها كيذوبوا. دخلت لجهه التفتيش، كاينه تماك مفتشه مرة خاصه بالمراقبات، عرات على وجهها وحنيكاتها و المهم قلبات لها وكل شيء. مفتشه كتشوف باسبور. انيسه ايمان ياك؟ ايمان ابتسمت وي. كتشوف الباسبور وكتشوف فيها مدة حتى تأكدت من معلوماتها صحاح. يمكن لك تجهل الطائرة ديالك، مبقالكش الوقت بزاف وتقلع. كانت خايفة يكشفوها ولكن الحمد لله ما عاقوش بها. ابتسمت ليها وخدات الباسبور، شكرا لك. خرجات مشات لجهة الطائرة، مدة ديال الطريق كانت وسط الطائرة. مشات البلاصة لقات حدا الزاجة بلاصة زوينة، بقات كدور في عينها وهي تشوف واحد المرا حتى هي منقبة ولكن جالسة في واحد القنيتة وحدها عائلة، مرا وراجلها وعندهم 2 وليدات. بين هذيك المنقبة ما عجبهاش تجلس حداهم. ابتسمت ومشات عندها. سلام منقبة. وعليكم السلام اختي. حنات لعندها ومسات فدنا، كنشوفك ما مرتاحاش في الجلسة حدا هاد الناس، اش بان لك نتبادلو البلايص؟ المنقبة باستفهام، وليش بدك تعملي هيك؟ شو المقابل؟ ايمان ما كاين حتى مقابل، انا ما باغيش نجلس حدا الشجرة، عندي فوبيا. اشنو قلتي نتبادلو ونشوف شي حد تاني؟ منقبة لا تبلاصة، لا لا انا راح اروح الان، شكرا لك. ابتسمت ليها وجلست في ديك القنيطة مخبية، وديك المنقبة مشات في البلاصة وجلست فيها. بقات ساكتة كتشوف ناس فرحانين ضاحكين. ابتسمت ونزلت دمعة من عينيها وحطات يدها على كرشها كتحسسها. ما كانش عليها تكون حاملة، ما كانش عليها تفكر تبدا حياة جديدة، أو بالأحرى كان عليها تبقى مع والديها وما تفكرش تسافر عند اختها. ما كانش غادي تخدع كون بقات وتعيش حياة كلها كذوب في كذوب، ولكن هذا هو مكتبها. صدت عينها وكتفكر في اللي وقع هاد الشهرين، وخصوصا هاد الاسبوع اللي عرفت فيه الحقيقه. فلاش باك، دازت شهر ونص على النهار اللي عندها فيه معتصم،
دوك الجراح اللي كانوا فيها ما بقاوش حسن اللي تخاس مشاو، علاقتها معاه ولات احسن، كيخرجها كيساريها وقته كله عطيه لها، كتحس باهتمام وماشي غير في الفراش. المشكلة اللي عندها هي ديك الحلمة اللي كتحلم كل ليله، في ما كتنعس كتشوف نفس الكابوس، ولكن ما كتعطيش اهميه، كتسحب ليها غير معتصم هو اللي كتحلم به، ولكن داك الراجل اللي شايب ما عرفاتوش، بغاش تقول معتصم شي حاجه، اما واحد ايلول عليه انفجر، خصوصا معتصم ما بقاش عندها الوقت، وقته كله بين الخدمه وعابر وسراج، وعزيد عليه باغي يرجع ديك الثقه اللي كانت عاطيها ليه عابر. صبحت اليوم كيف العاده كتحس بالدوخه والرده، حسن ماكله ما بقاش كتاكل. معتصم لاحظ على هاد الاعراض، كان باين عليه فرحان، واخيرا غادي يتحقق الامنيه ديالو. كانت في الدوش واقف حدها شاد لها شعرها وهي كترجع، حتى سالات وغسلات فمها وجهها وتكات على معتصم، وصلها لحدا لاموسيه. عبير وجدي راسك غنمشيو عند الطبيبه، جاوبات وهي سخفانه، والله ما فيا اللي خرج. جلس حداها وباس لها يديها، ضروري خاصك تمشي، راه المفروض الاسبوع اللي داز نمشيو، ولكن انت ما بغيتيش اليوم غادي نمشيو. تبسمات ليه، كتفرح فاش كيهتم بها، اوكي غادي نوض دابا يلا نلبس ونمشيو. كانت على الباياس الطبيبه كدوز ديك لاباري على كرشها، هي مبتسمه، مبروك عليكم سي معتصم مدام حامله. غير سمع الجمله قلبو فرفر عليه، واخيرا امنيته غادي تحقق. اما واحد عبير ما كانش اقل منه، فرحات بزاف، واخيرا غادي تعاود احساس الامومه اللي نساتو. الطبيبه كتنصح فيهم شنو خاص دير، شنو ممنوع، شنو مهم، كل شيء شرحته لهم. خرجوا فرحانين، ركبوا في الطوموبيل، واعتصم شديد عبير باسها، ما ينكرش بلي كان باغي عبير غير على مصلحته، ولكن كيحس براسو بلي ولا متعلق بها، عرفت واش والف ولا شنو. وصلوا للدار، بغات تنزل عبير ويوقفها، عبير من الاحسن ما تقولي لحتى حد على الحمل ديالك، دلت شنيفه بحال وليدات صغار، ولكن انا بغيت نقول لهم يفرحوا معايا. قرب لعندها، عبير هاد المرة سمعي كلامي، على الأقل حتى يثبت الحمل ديالك، وديك الساعة قولي حتى في الجريدة كاع. كتشوف فين، وفرحانة لأنهم ولاو متفاهمين في هاد المدة الأخيرة. شاف الساعة، يلا سير طلعي دابا، راه تعطلت على واحد الاجتماع. عبير أوكي يلا سير خدمتك، عندك تعطل غنتسناك، ما غادي نقول لحتى حد، ماشي حتى حد على ما نقولي على الحمل ديالي، كون هاني. ابتسم ليها، ما تحركيش بزاف، وسيراج ما تهزيش انتي، سمعتي الطبيبه شنو قالت لك؟ ممنوع تقول اي حركه مفاجئه، كل شيء ديري بالمهل وصافي، راني فاهمه انا ماشي بابا صغير باش ما نفهمش. ها يلا اوكي يلا تعطسيري، تعطلت ابتسمات، خطفات من النوبه سخيفه، وفرجات كتجري، شافها كتجري وبدا يعيط لها بجد، عبير ورا عدو هنا بشويه عليك. شافت فيه وضربت يدها في راسها، اوبس نسيت، يلا صافي غير بشويه، وبدات كتمشي عاوتاني بالمهل. ما خلات كنت ما دارتش فيه في الجناء في الاجنحه، كتدخل كل واحد كتشوف شحال من صالون عمرها وصلت ليهم، حتى شافت شي دروج فواحد القنيسه، تمشات في اتجاههم، فضولها غادي ياكل، بقات غادا تلقات واحد الباب في لاكاف ديال الحديد، دفعته غير بدها تحل، كانوا ناسين ما سدوا، دخلت كتشوف غير الظلام، دارت البيل التليفون حتى بان لها البريز، شعلات الضو، كتلقى غرفة كبيرة فيها غير الكراكيب، كتشوف هي تلقى حوايج تماك ديال البنات، كساويس سراوال صبابط، بقات كتشوف فيهم كتقلب عجبوها، بدات كتختار منهم، وهي كتشوف دوك الحوايج وهي تلقى بيناتهم ألبوم ديال الصور، خداتهم تحت ديك الغبرة اللي عليه، فتحاتو كتلقى صورة ديال واحد البنت كضحك، قلبت الصفحة كتشوف معتصم مع هديك البنت معانقين وباين عليهم فرحانين، بدات كتحس بالحرارة طالعة معاها، مبغاتش تشوفو مع شي وحدة. بدات تقلبات الصفحة، لقات صورة تانية هما في وضع حميمي، عمرو عينيها بالدمع، شكون هادي اللي مع معتصم؟ علاش محتفظ بصور ديالهم؟ قلبات الصفحة الأخرى، وهنا كانت الصدمة اللي صدماتها، كتشوف معتصم لابس كوتشيم ديال المناسبات جا أنيق بزاف، وحدة هديك البنت شادة في يدو لابسة كسوة بيضة ديال الحرس، خرجت عينها بديك الصورة، حسات بدقات قلبها كيتسارعو، كتنفس بصعوبة، بقات كتقلب دوك الصفحات اللي كانوا مليانين صور ديال العرس، شوية وهي تجي. قبلت عينيها صورة ديال ديك البنت وكرشها كبيرة بين عليها حاملة، وصافي هنا شحال من حاجة جات في بالها، واش عنده شي ولد آخر، واش كيعرف شي وحدة أخرى. بدات قلبات الصورة وهي تشوف صورة ثلاثية جمعهم بثلاثة، سراج ومعتصم وديك البنت، بقات كتحقق في الصورة شوية، بدات كترجع الصور الأخرين كتشوف فيهم هيستيريا والدمع نازل من عينيها. خدات داك الألبوم خرجت كتجري باغا تتأكد من الشكوك ديالها طالعة لبيتها، سدات دخلت بلا ما تسد الباب، مشات لواحد المجر جبدات منو البوم الصور ديالها هي ومعتصم، كتحقق نفس الصور، غير وجهها ما كاينش، كاين وجه بنت اخرى كتشوف، وكتحقق نفسهم،
وشي بدات كتحس بقلب علينا وقف راسها عطاها صداع، ما حسات براسها الا وهي طايحه في الارض. كل المجرى كان تحت اعين نرميل اللي كانت تبعها ملي نزلات كتشوف شنو كدير. عرفاتش علاش طلعت هكا كتجري وهي في ديك الحاله كتبكي حغوت بعثها ما كتعرفش شنو واقع. خدت الالبوم اللي في يدها وبدات كتشوف تصاور شكون هادي مع ولدها. كتقلب حتى شافت صورة سراج، حيت سبق لها شايفه صورته هو صغير في الجناح ديالو ما غاديش يخفى عليها. ورجعت خدت الالبوم الاخر كتلقى نفس الصور غير وجه عابر اللي بدل. ما عرفت شنو طاري، واش هذا الشيء ضروري وراه شي سر لازم تعرفوا. اما عابر عايشه في عالم ثاني كتحلم نفس الحلم، ولكن هاد المره كل شيء واضح وباين جلال بكل تفاصيله. وباها وعدوسها كل شيء وضح لها وبان. شويه وهي تشوف راسها كترجع ما يضربهاش ويخليها تمشي في حالها هو، والو ما رحمهاش. عاودت كتشوف راسها في البالكون وتعالات وتلاحت انا مطافجه مخلوعه كل عروقات، ونرمي الكاسه حداها كتشوف فيها شعرها لاصق على جبهتها وهي مازاله في الارض البلاصه اللي طاحت فيها. ونرمي الكاسه كتشوف فيها ببرود. بقات ساكته كدور عينها كتستوعب تفكرات كل شيء، كدور سيده في دماغها شنو وقع شنو طرا. تفكرت بس كتغوت وكتنتف شعرها، لا لا يا ربي علاش وقع لي هادشي علاش هاد الحاله كون غير مات. بقات ساكته شافتها طاحت الارض عاد مشات عندها ربعة يديها. دابا علاش كتبكي شنو وقع لك؟ خذت صورة إيميلي وبعثاتها وراتها لها وشكون هادي. عابر شافت الصورة ورجعت شافت في نيرمين وعينها حمرين. واش كتضحكي عليا زعما ما عارفه شكون هادي؟ نيرمين كون كنت كنعرف ما نسولكش. شافت فيها سكتي سكتي قفات وعلات صبعها كتحضير. انتي وولدك وعائلتك ضحكتو عليا وهمتوني بلي انا مزوجة ولدكم واستغليتو فقداني الذاكرة. نيرمين جاتها صفعة ثلاثية الأبعاد ما فاهمة والو، كيفاش فقدان الذاكرة؟ شرحي لي ما فهمت والو. ضحكات عابر لا زعما ما عارفه شنو دار ولدك. سكتات شويه. ولدك استغل فقدان الذاكره وهمني ملي حنا مزوجين وملي سراج ولدنا، وفي الحقيقه انا كنت غير مربيه ديال فهمتي دابا شنو دار. نرمين ما لقات ما تقول، جلست على ديك النموذجيه وبدات كتسترجع كلام عابر. اذا انت ماشي مراته؟ بدات كتضحك بيستي هي كتفكر كل لحظات معاه. لا غير كوني هانيه ماشي مراته، انا غير العاهره ديالو وني اكيد غادي نتمكم واحد واحد. دابا غادي نمشي لحندو. خلاتها مشات بغيها تخرج من البيت حتى كتوقف عند نرمين. واش منيتك باغا تمشي لعندو؟ كنظن انت ما كتعرفيش ولدي. دارت عندها كنعرفو حيت عشت معاه اكثر من شهرين، عارفه ظالم وكذاب واناني استخدمني لمصلحته، ولكن هنا وبس ما غاديش نخليه يزيد في استغلاله ليا. حد هنا اليوم غادي نوقف هاد الشيء، هاد التمثيل اللي غادي توقف. قفات نيرمين تمات غدا لجهة البالكون كتشوف البعيد. عرفتي الا مشيتي دابا عند معتصم شنو غادي يدير؟ ودارت عندها غادي يجبرك تعيشي معاه وتبقاي حداه. فكان نصيحه مني ليك خدمي حقلك، لا تهورتي كنبصم لك، عمرك ما غادي تخرجي من هاد القصر. كنظنتي عارفه السلطه والوكاله ديالو في المجتمع وباللي الفلوس كيديروا كلشي. قد ساكته كترجف. نيرمين فعلا عندها الحق. كوني هانيه انا غادي نعاونك وغادي نهربك من هنا. عابر شنو المقابل؟ علاش باغي زعما تعاونيني؟ انت كتكرهيني نسيني ولدك ايلول. قربت عندها. ايوا انتي قلتيها كنكرهك، يعني ما باغاكش تبقاي مع ولدي. غندير اللي بجهدي باش نهربك. عابر ولكن انا ما قداش نصبر نبقى معاه، اعطيني فقط اسبوع، اسبوع واحد غادي تكوني بعيده عليه وما عنده فين يجبرك. ودابا حاولي ترخي ما تبيني ليه والو. شافت في الجناح اللي ولا كله مقلوب غادي نتسافد جينا جماعه زروينه. خلاتها واقفه وخرجات. دخلت للدوش بحوايجها رشاش عليها مخلطين الدموع كلشي عليها، كتفرك وتعاود في ذاتها وتفكر لمساته وقبولاته، كتفكر كل لحظة حميمية عاشتها معاه في الحرام، كتفكر باللي اختصمها بإرادتها، حرمها من أكثر حاجة كتخصها، حرمها أنها تشوف الدم ديال العدرية ديالها، حرمها تفرح بالليلة الأولى أم حاجة، وسخها وسخ لها ذاتها. حس عيبة تكوني عايشة حياة وردية وكتفيقي على كابوس، كتفكر الكذوب اللي كذب عليها، نهلت راسها ألف نهلة على السذاجة ديالها، وندبات حتى على جات تخدم عندو، وحافت راسها وداتها وكتحس براسها موسخة وكلها نجاسة، ولات عاهرة بدون علم ديالها. شوية تصعق فاش تفكرت بلي هي حاملة، نزلت يدها الكرشة وزادت فواتير تلبكا. شنو غادي تعمل في هاد المصيبة اللي هي فيها؟ فكرت تقتل داك الجنين، ولكن شنو ذنبو؟ حتى صبح كانت فرحانة بيه. تسكت على الحيط قد نزل حتى وصلت الأرض جمعت رجليها، خلت داك المنازل عليها وفي راسها ألف مطرقة ومطرقة. لازم عليها تصبر كيف قالت لها نرمين، إذا عرفت الحقيقة عمرها تحلم تبعد عليه، خصوصا وهي حاملة بولدو.
وزيد عليه عنده نفوذ في البلاد، خاصة تطبق داك المثل ديال قول الكلب سيدي حتى يعديك الوعد. خاصة تبعد عليه هاد الأسبوع بلا ما يحس بتا شي حاجة، حيت ما غاديش تقدر تستحمل تقربو ليها. شي نزلت يديها الكرشة وبدات كتحسسها، وهي ساهدة عينها كتفكر اش من حيلة غادي دير معاها باش ما يقربش ليها. أما نيرمين كانت بدات في الخطة ديالها، دخلت الجناح معتصم ودات مع جينات دخلت تبدل ديكور الجناح، حيت عامر ما خلات حتى حاجة صالحة للجناح، كله قلبها تصفى على علاه. كملت الطريقة اتجاه ديال معتصم غادية بكل ثقة، كتمشى كالعارضات واخا كبرات في العمر ولكن محافظة على راسها ورشاقتها. دخلت المكتب بقات تسنى شوية، فتحاتو البيرو خاوي ما فيه حد. تقدمات بخطوات ثابتة لجهة البيرو وجلسات كتفحص البيسي حتى دخلات لتسجيلات الكاميرا. تسمات بصحات التسجيلات ديال 10 سوايع قبل، وعطلات الكاميرات باش معتصم ما يهقش ملي التسجيلات مسحو، ايضا ملي الكاميرات ما كانوش خدامين هاد المدة. خارجة من الدوش غير بالفوطة، اول ما خرجت براسها ما لقاتوش، الجرح كله تمثل وتجمع ولا جديد، ما تقولش هو اللي كان مروق. دخلات لبسات حتى كل شيء كحل، حتى تيشيرت في الكحل اللون اللي كيعبر على حالتها والحزن وخيبه الامل والانكسار. بالنسبه ليها الدنيا غدار وما كتعطي الامل حتى حد. حتى تصبح كانت فرحانه وطايره في السماء، ودابا راه في اكفس حالاتها. كتشوف المرايه ابتسامه اللي كتدل على التوعد والانتقام والقوه. حطت يدها على كرشها ودوات بصوت كيدل على القوه. ما تخافش يا ولدي، ما غاديش الفرد فيك كون هاني، ما غاديش تعيش مع واحد في حاله، غادي نبعدو عليه وكل شي كيجي بالصبر. لبسات صباط في الأسود على قبل الحمل بلا ما خاصهاش تلبس العالي، وخرجات من الدريسينغ هي تشوفها جالسة كتسنى نرمين. بعد ما مسحات التسجيلات وعطلات ورجعت لبيتها خدات دوك التصاور اللي كانوا عند عبير، ورجعت لعندها ما لقاتهاش، ولكن سمعت الحس عرفاتها. نرمين بلا ما نطولوا في الكلام، خاص تحكمي في تصرفاتك مع ولدي، حيت هو ذكي ولا بدلتي تصرفك معاه غادي يعرف بلي كاينه شي حاجه. تمشات لجهه ناموسيتها بلا ما تشوف فيها، تخافيش المهم انتي توفي بوعدك وتهربيني في اسرع وقت. تما تخرج وينطر عندها، اول حاجه ما تنسايش الجناح كله كاميرات مراقبه، يعني عرفي كيفاش تصرفي. حاليا انا مسحت التسجيلات فاش كنتي قبيله مع الصبا، وعرفي شنو تقولي ليه فاش لقات الجناح مبدل لي الديكور، والتليفون حتى هو كنظن كيتجسس عليه، داكشي علاش عندك تصرفي بتهور. عبير شافت فيها بصدمه، ورجعت شافت في ارجاء الجناح والسقف عند لحظه الكاميرات اللي تماك، ورجعت شافت فيها. واش دابا كيشوفنا؟ واش عرفتي كيتجسس عليا على التليفون؟ لا راني عطلتهم، ولكن فاش غادي يجي غادي يصايبهم. عرفي تصرفي في هذا الاسبوع، لما كنظن هذاك ولدي وكنعرفو، الا كان جناحه فين كينعس وداير فيه الكاميرات ما غاديش يكون كيتجسس عليك. غمزاتها وخرجت تجاه بيتها. معتصم جالس مع امين كيشرب كيشغب من كاسو، طلب من بلاصتو تمشى بخطوات ثابته حتى وقف حدا شجر كبير ديال الزاج على طول الحيط وكيشوف بعيد. انا ما عنديش مع الخاطر، انت عارفني اي حاجه درتها في بالي كنديرها وكنحققها، والولد صافي دابا هاي حامله هو اللي غيخلي حدايا وما عندها هروب مني، خصوصا الا عرفت الحقيقه غادي تخيرها هي تبقى معايا. ورا شاف امين هي تعطيني الولد، وبطبيعه الحال الغريزه ديال الامومه ديالها غادي تختار تبقى مع ولدها. ابتسم ابتسامه ماكره. امين وقف بلاصتو على يديه بزوج. شنو غادي نقول لك، افكارك خطر، خاصك جائزه على هاد الافكار، ولكن كنتمنى يوقع هادشي اللي في بالك، حيت الزمان والمستقبل كيخبي بزاف د الحوايج، ماشي اي حاجه نتمناها كتوقع. معتصم على حاجبه فيه وتمشى اتجاهه، وحط يده على كتف امين ودوب همس. تعرفني باللي اللي تمنيتها كنحققها، وعبير غادي تبقى معايا وحدايا حتى تموت هي او نموت انا. ومشى هز سوارتو من البيرو وتمشى جهة الباب. انا غادي نمشي دابا، ركب الطوموبيل تاخد التليفون ودوز نبرتها باغي يطمئن عليها. الو وي عبير، ما كتجاوبيش، ماشي من عادتك كتعطلي، راه كنت ناعسه علاه تعطلت. مزيان كي بقيتي، مازال كتردي، مازال فيك الدوخه، كدوي بزاف منها وهي محامله الصوت وكيعيفها، مازال كيف كنت في الصباح وسكتات. معتصم واش انتي بخير؟ الحمد لله. استغرب مول فاش كتهضر هاد الطريقه، جاوب قد السؤال مولف هي اللي كتسول وكيبقى وتجبد بزاف المواضيع، مالكي كدوي بهاد الطريقه؟ اين الطريقه بهاد البرود؟ مالك شنو مقلقك؟ بدلات نبرة الصوت ديالها، حيت اخر حاجه توقع انه يعيق بها، خاصه تضبط راسها وتصبر هاد الايام اللي باقيه. والو حبيبي غير عيانه وضارني راسي ما قادرش ندوي. حرك راسو بالايجاب. اوكي لا ارتاحي شويه، انا غادي نقضي شي شغل ونجي. سكت شويه كمل كلامه. مش هي شي حاجه نجيبها لك؟ بغيت والو، باغيه غير نعس، هادشي اللي محتاجه دابا. حدو سمع جوابها وقطع الخط. اما نيرمين كانت كتوجد في كل شيء،
وصلت اللي غيقادو لها جوج ديال الباسبور اسماء جديده، وقادت خطه ما تقول باش تقدر انها توصلها للمغرب. كانت واقفه في الكوزينه، شاد الحامض كتاكل فيه وكتغزز فيه وفرحانه بيه، داكشي اللي جاها جاها ليه. تعمل القشره كتمضغ مزيان وكتبن فيها حتى كتحس بشي ظل واقفه لا على ثانويه تشوفها، كتشوفها باستغراب. خافت عابين لا تعيق بها، كتوحم داك الساعه يقدر ما تبغيش تعاونها من طريقه وحطت داك الحامض. عابين مدام نرمي شنو درتي في موضوعنا، كتشوف فيها باستغراب، نزلت عينها لداك الحامض. مالك على الحامض كله؟ سكتت شويه. راه ديما كناكلو بهذه الطريقه، حيت اشارت اللثه ديالها كيخلي اللثه ديال السنان ما كتسيلش بالدم والسنان كيبقاو مزيانين. شدات حامضه ومدات لها، هاكي خودي لك وحده راه غادي تولفي على الحموضيه مع الوقت. خدات نير من الحامضه وحطاتها بلاصه. عندك شي تصاور بغيتهم باش تقادو لك باسبور جديد؟ حركات راسها بالله، علاش ولدك خلى ليا شي حاجه؟ راك الصور اللي عندي خداهم ونعلم الله شنو دار فيهم، عندي غير دوك اللي كاينين فيهم انا وهو ولا مع سيراج. خدات نير من التليفون بدات كتصور في عبير، صور مختلفه من زاويه مختلفه، وعبير غير كتشوف فيها عرفات شنو كدير. بقات ساكته حتى سالت ليها عبير امتى غادي تهربيني؟ كيف غادي ديري؟ خلي كل شيء عليا، انت غير حاولي تحكمي في تصرفاتك وافعالك. وخلاتها ومشات. نرجعوا هاد اللحظه عند سعاد ودانيا اللي كانوا جالسين في واحد القهوه وكيعترف لها. عافاك خليني نكمل كلامي، بغيتك من اول مره شفتك. بدا كيبتسم، عارف غادي تقولي واش هذا هبيل كيف غادي يبغيني وحنا عمرنا دوينا ولا خرجنا. شاف فيه حتى استقروا عيونه الخضر في عيونها العسليه، نشد لها في يديها. بغيتك غير من تشوفها، بغيتك بسبب البراءه اللي فيك، بغيتك حيت شفت فيك ديك الحشمه اللي قليل فاش كتلقاها في شي بلاصه، بغيت فيك داك الحنان اللي كتملكي، بغيت صوتك اللي مبقاش كيفارق المسامع ديالي، بغيت كل تفصيله فيك. غادي نعادي عائلتي على قبلك، غنعترق الاسلام ونبدل سميتي اللي تولدت بها وكنتمنى تقبلي بيا. انا بغيتك تكوني مراتي على سنه الله ورسوله، بغيتك تكوني حلالي. كل كلمه قالها كانت كتحس بالاحراج لدرجه ولات كلمه طيشه، ولكن فاش سمعت ملي عاد عائلته على قبلها علات عينها فيك كتسولو كيفاش. قبل ما تسولو كتصدمها بالكلام اللي قالو، الكلام اللي خلاها تعرفو بلي كيبغي غادي بصح، ولكن كيفاش وفوقاش ما عرفات. دانيال شافها وقفات، واش ما غاديش تقول لي شي حاجه؟ ما غاديش تجاوبي؟ لسانها تسرط، بغيت نمشي في حالي. دانيال ولكن مازال ما جاوبتينيش، تفكر ونجاوبك. اما عند الابطال ديالنا كان كيقرب ليها، يلا قرب لها حتى يدو عليها، حتى بدات كتبكي ما فهم والو، مازال ما عارفش مالها. كلمة ما تقيسنيش كيسمعها بحال يسمع شي حاجة اللي هي غريبة عليه. كتبكي وكتنخصص، ريحتك خايبة معتصم سردو، واش راه ما كنستحملش تقرب ليا وانت خامس؟ بقات كتبكي كشي بنية صغيرة. شاف فيها باستغراب ورجع كيشم في حوايجو، مسحت يدو ما لقى حتى ريحة. يلا دوش، وهي هانيت إذا ريحة فيا راه ما فيها ريحة غايبة. عبير كتشوف فيه بنص عين وزاد تبعدات عليه. لا ريحتك خايبه، راه الجناح كله كانت ريحته زفره، ما كتشوفنيش؟ بدلت الديكور ديالو غير باش ما تشمش هاد الريحه. معتصم عارف هادشي ديال الوحام، اللحظه خاف لا تكون تفكرت شي حاجه، ولكن الحمد لله طلع غير الوحام لعب عليها. حط يدو على خده، ريحتي خايبه، يلا انا غادي نوض دابا ناخد دوش وتولي زوينه. فين ما كيبغي يقرب جهته ولات كدير نفس الحاله، كتمثل عليه انها تعيفات منه، كتجري للحمام كتسد عليها الباب كدير راسها بحال كتقيه. معتصم كيبقى غير واقف مدهوش، حتى كيوقف حدا الباب كيسولها واش نصون على طبيبة تجي عندك. كتحرك راسها بالنفي، لا هادشي عادي غير هافك ما تقربش عندي حيت ما كنستحملش القرب ديالك. اوكي يلا ما غاديش تقرب، مهم تبقاي غنتي مرتاحة. كان معتصم نزل البيرو كيقاد شي ورق وسط افكار، وجات لي ديك اللحظة اللي قالت لي بعد منها تملك واحد الاحساس غريب، احساس الخوف من انه يفقد شي نهار. ولكن فاش سمع كلام على لوحاف عاد سرح، فتح الكاميرات يشوف شنو كدير، واش نعسات ولا مازال. كيتفاجأ بلي الكاميرات ما خداميش، قلب كيلقى بلي كسر من 18 ساعه هما ما خداميش. بدا كيصايف فيهم حتى قادهم، شاف ناعسه في عالم ديالها بفعل المثبتات الحمل اللي كتاخد كيرخي والعظام، حتى لوحام فشلها. داز اسبوع وحالة عبير ما تغيرهاش، ومعتصم دايل على الخاطر ما بغيش يحكر عليها، صابر له بالها ما عارف شنو كاين، مسيق كذبتها لدرجة ما بقاش كينعس حداها، كينعس في جناح اخر. وعبير لقات راحتها كتسنى غير النهار اللي غادي تمشي فيه بحالها. جالسين على طبلة الفطور مجموعين، ايلول فرحانة شاف معتصم اللي كان كيشرب قهوة. عبير كتوكل سيراج كيف العادة، واخا عرفات الحقيقة ما تغيرهاش تصرفات معاه، بالعكس كتبغيه بزاف وكتحن عليه وكتشفق عليه حيت عنده أب بحال معتصم، مكرهاش تاخدو معاه ولكن ما عندها كيف دير ليه. نرمين ما غاديش تخليها، حطت أيلول داك العصير من يديها ودوات مع معتصم.
معساسم شنو غادي يجيب لي في لانيف ديالي؟ شافيها وابتسم، مد يدو الفيزا ديالو، جبد منها بطاقة ذهبية، خدي هذه وسيري خدي اللي بغيتي. خطفات الكارت فرحانة ولا تعنقات، وشكرا المعتصم بزاف، ورجعت جلسات. عبير غير حاضية في خاطرها كتقول باللي واتا وبعضهم كلهم من طينة وحدة. نض بلاصتو شاف عبير، انا غادي نمشي، واش بغيتي شي حاجة نجيبها لك معايا؟ ابتسمت لي فوق خاطرها، لا مبغيت والو، استأذن ومشى. قفاته قايلو معتصم ما تنساش الحفلة غادي تكون مع تسعود الليل. شافها وحرك راسو بالإيجاب وكمل طريقه. قايلو شاف شنو يرمي، خالتي انا غادي نمشي نوجد راسي، بغيت نخرج ندير شوبينغ. يلا سيري سيري خدي اللي بغيتي. تسناها حتى مشات ويا الدور عند عبير، اليوم غادي تمشي. شافت فيها اليوم كي غنديرو ليها كل شيء واجد، حتى الطائرة راني قطعت لك الورقة، غير وجدي راسك مع العشرة الليل غادي تخرجي من هنا. قلتها ونعطت عابر فرحانة وفي نفس الوقت خايفة لا تحصل، ولكن هي دايرة يقينها في الله سبحانه وتعالى. وصل الليل، عابر لابسة سروال كوير في كحل وبودي في الزرق، جمع شعرها سفنجة مهملة، صيبات وجهها وقدت عينها وركزت عليهم. ولات فتحات بلاصة المجوهرات، خدات أقراط ديال الذهب أبيض وفيهم ألمسات صغار دارتهم في الدنيا، وشافت خلخال الذهب دارتو حتى هو وكورميت ديال اليد، حتى هي ذهب دارتها، ودارت سلسل الذهب أصفر في عنقها. عمرها لبست هادشي ولكن دابا مضطرة تلبسهم. لتحت كانوا كلهم جالسين، معتصم وأمين كيتناقشوا على الخدمة، وأيلول معاهم جالسة جنب معتصم وشادة ليه في دراعه، والحاجة جالسة وفي يديها تسبيح. عبير نازلة في الدرج حتى كتوقف عن يرمين. عبير واجدة؟ اه واجدة. قربت لعندها، شوفي حلوة لاكريم ما تاكليهاش عندك، تقربي لها. عبير لا اصلا ما عنديش معاها. اوكي لا نزلتي لولاد الحق عليك. نزلات ومشات لعند الحاجة ونرمل ذات الطابق اللي فيه الخدم، ودخلت الكوزينة طلبت منهم يمشيو يحطوا الحلوى والعصير، وداكشي اللي كان. طلعوا الخدم بداو كيحطوا الحلوى والعصير، ايلول شافت فيهم، شافت ساعة مازال عاد تسعود سير ورجعوا. نرمين ايلول هذا هو الوقت، راه الحاجة ما كتقدرش على السهر. حركت ايلول راسها بموافقة، وناض شادة في دماغ ساسم، اجي طفي معايا الشمع بليز. تبسم ليها وقف حداها، جمعوا على الطبلة وتمنوا لها حياة سعيد، وقطعوا كل واحد خضع الا عبير اللي ما بغاتش. ونيرمين وصاصهم يفرقوا على الخدم كلهم والحراس، وداكشي اللي كان. داس نص ساعه كلشي بدا كيحس بالنعاس، باغي غير ينسو. معتصم شاف الساعه لقاها 9:30، شاف عابر غادي نطلع للناس، واش ما غاديش تطلعي؟ غير سير غير شويه وانا نطلع. شاف ابي القناه على واحد الفوتي، سأذن منهم وطلعوا، كذلك ايلون والحاجه. نيرمين لات من بلاصه مشات لمكتب المراقبه ديال القصر، طفات كل الكاميرات، كذلك مكتب معتصم طفات الكاميرات، وخرجت عند عبير اللي كانت جالسة على الكرسي كتسنى على نار. واجدة غادي نمشيو دابا بحال تلحقي الطيارة، عندك مع الوحدة الليل. عبير واخا نجيب باليسيون المونطونشي، ما تعطليش 10 دقائق تكوني معايا. غلات من بلاصة طلعت لبيسة، خدات لافاليز دارت فيها 4 لبسات وبيجامة، مشات فتحات واحد المجر خدات شي حاجة الفلوس الجاد اللي غادي تقد طلعو مع الطيارة، خدات ورقة كتبات فيها وحطات على لاباسية. شافت في البيت نظرة أخيرة وخرجت، طلعت على سيارات بقات ناعس. ومعصاتي متكية على واحد الفوتي مقدرتش تقرب، بقات ثواني كتشوف فيهم. صدات الباب ونزلت لقات نيرمين كتسناها، وخرجوا من القصر. عابر كتشوف كاع الحراس طايحين في الأرض، ركبات حدا نيرمين وكسيرها. نيرمين عابر كاين واحد الصاك حدا رجليك فتحيه. لما تنطق خدات الساك لقات فيه بيريك صفر ولباس في الاسود قلبات وعرفاتو نقاب، وجوج باسبورات باللون الازرق مختلفين غير بالنقشه اللي فيهم، واحد فيه نقشه ديال الكنغارو والنعام مكتوب فيه استراليا، والباسبور الثاني فيه نقشه ديال السر مكتوب فيه الامارات العربيه المتحده وبطاقه هويه ورخصه السياقه مغربيه. شفت في نيرمين معنا شنو هادو؟ هذيك البيريك غتلبسيها دابا حيت صايب لك، كيف كتشوفي جوج باسبورات؟ عبير كتشوف فيهم، وعلاش جوج؟ واحد كافي. الباسبور الاسترالي غادي تستخدميه دابا، وفاش توصلي الامارات غادي تلوحي، حيت ما نضمنش ليك معصاصي يمكن يعرف الهويه اللي هربتي بها من هنا وديكلاريو بها في الامارات، وديك الساعه يشدوك تكوني في حاله ما درنا والو. عبير غير حله فمها في نيرمين اللي كانت كتشرح لها شنو غادي دير فاش توصل الامارات، حتى سالات شافت في عبير كيف حله فيها فمها ودوات، واش فهمتي؟ هادو فهمتو، ولكن هادو علاش؟ وهزات في يديها البطاقه الوطنيه للمغرب ورخصه السياقه كانوا باسمها، ولكن الكنية مبدلة. هادوك غادي تحتاجيهم حيت ولدي ما غاديش يفرط فيك بالسهل، وغادي يجي المغرب يقلب عليك، فمن الاحسن ما تمشيش لداركم حتى تدوز مدة ويبرد الموضوع ويتناسى داك ساعة سيري. وفي البطاقة غادي تحتاجها في لوطيل اولا بغيتي تكري شي دار. عبير حطات داكشي في ساكا ودوك الوراق، خلات في الساك غير النقاب
اه فهمت، تبارك الله هادشي عندكم متوارد. يعني مالو هي مازال كتسوق كتشوف الطريق؟ كيفاش تحرميات عندكم في الدم؟ وقفات بعيد على المطار وشاف صحابي. صافي حدي هنا معاك، سيري وديري داكشي اللي قلت لك. خدات البريك صايبته مزيان فوق راسها وشافت في نيرمين. شكرا بزاف حيت عاونتيني. سيري على الطياره مازال ليها ساعه وتقلع، خاصك تدفعي الفاليز. ابتسمت ليها كيف ما كان، ما اداتهاش، بالعكس عاوناتها. نزلات وساكا في يديها على شكل سكادة وباليسها، كتجرها تمشات مسافة حتى وصلت لباب المطار وتوكلت على الله ودخلات. أما نيرمي بقات متبعة حتى دخلات وكسيرات راجعة للقصر قبل ما يبداو يفيقو. داك الساعة غادي تكشف لعبتها. دخلات دازت من إجراءات كلها، فتشو لها الحوايج ديالها، دازت في السكانير، كل شيء هو هذاك. طلعت للطيارة بعد ساعة إلا ربع كانت فوق السحاب كتفكر. أول مرة جات كانت محطمة، ما عندهاش أمل العيش، دابا ماشية في حالها، مازال محطمة ومجروحة، كتحس براسها ظلمات بزاف هاد الأرض. ولكن اللي تغير هو عندها أمل في العيش، ماشي على قبلها ولكن على قبل ولدها اللي في كرشها. دارت كاسك في ودنيها وخدمات القرآن وسدات عينيها من التعب، حيت 14 ساعة غادي تدوز عاد توصل لمطار دبي الدولي. وصلت 9 الصباح، سراج فرق شحال هو كيلعب حتى قلته بدا يبكي معتصم في عالم اخر. كيسمع صوت ديالو بحال جاي من بعيد، عاد بدا كيوعى على راسو، كيحس براسو عليه الفجر، ما عرفش شنو طرا ليه. بعد بزاف خدا السراج كيسكت في عيونو مازال نايمين. تتهدى حطو شاف الساعه لقى 9:30، استغرب عمرو نعس لهاد الوقت. حتى المربيه ما جاتش. قد بلاصتو هز السراج بين يديه، خرج دخل جا لحامير باش يعطي لها الدري، ولكن ما لقاهاش. دق في الباب ديال الدوش، جاوبات واش عارفه غادي تكون نزلات تفطر. ثم غادي هو نازل يشوفها من غير ما يشوف ديك الورقه. نزل ما كاين حتى صوت سقي سكات، حتى لقى امين مازال في بلاصتو نعاس فين خلاها البارح. زاد استغرب، طب لا الفطور مازال ما محطوطه، الكيسان والحلوى كلشي من البارح في بلاصتو. بقى كيدور يشوف شنو واقع. خرج للجرده هو يشوف جوج ديال ليكار طايحين مع واحد الشجره، وصحيني حتى راج في الارض باش يفيق امين اللي كان مازال نعاس. القصر كله مقلوب، أمين دايخ معتصم داير ليهم حالة، كيفاش ناعسين وشنو وقع حتى صبح كلشي بهاد الحالة. شوي هو يتفكر عامر طلع كيجري كيقلب عليها في كل البيوت، ما لقاهاش. رجع الجناح ديالو دخل كيقلب، لقى الورقة بانتلي دو عيونو كيتلهفو أنهم يشوفوا شنو كاين. بلا ما تقلب عليا، أنا مشيت هربت من تسلطك ومن كذوبك، عرفت حقيقتك وعرفت شنو جمالها. آه داكشي اللي في بالك، رجعت لي الذاكرة، معمر لي غادي نسمح لك. عيشيني في الكذوب والأوهام، اختصمتيني بموافقتي، عاشرتيني وما بيني وبينك والو، عيشيني في الحرم ونسبتيني يا ولد وزوج زوج كلهم كذوب. خليت لك الله، أنا مشيت بلا ما تفتش عليا، حيت عمرك ما غتلقاني. العقاب اللي غادي نعطيه ليك هو داك الجنين اللي في كرشي، عمرك وتشوفه. مع كل كلمة كيقراها قلبه كيتصير، يمكنش هادشي يكون بصح. كيحس بالشمتة، كل الحسابات ومخططات وضرباته ملي في نصيرو. مسح على راسو بالاعصاب، كمل ديك الورقه ورماها وخرج من الشارع غادي عاصر. باش دارت حدا هربات، شكون عاونها بوحدها؟ ما غاديش تقدر دير حاجه. دخل غرفة المراقبه كيشوف تسجيلات الكاميرا، تلقاهم كلهم مطفيين، شغلهم ما بان ليه والو، باين ليه طفاهم غادي يكون بصح التسجيلات في الشي. خرج ساعر في اتجاه امين اللي مازال ما عرف والو. عرفت الحقيقه امين، هربات، خاص ضروري نلقاها هي ولدي ضروري. امين ما فاهم والو، شكون اللي عرف؟ شكون اللي هرب؟ تبعني عابر هربات. شنو هو عرفات؟ كيفاش عرفات؟ سبعو ركب حدا في الطوموبيل معتصم، ما عرفتش لقيتها، كانت مريا ورقه ملي عرفات الحقيقه. كنضرب شحال هذا ودابا خاصني نلقاها. راه قلت لك اصاحبي، راه الا عرفات ما يمكنش توقع رده الفعل ديالها. الا بغاش تبقى معاك راه ما غتبقاش واخا تولد لك 10. هذا الشيء راه كان غادي يوقع. كل كلمه كيقولها امين كيزيد يتعصب حتى ضرب يده مع الفولو. واسكت فكر دابا معايا، فين غادي تكون مشات بلا كثره الكلام. امين خاصنا نمشيو لمحطة التخان، شوفوا وتولوا البيرو ديال الطاكسيات، شوفوا على الله لقاوها. محتسب ذات كثيرة كيسول على في اي بلاصة ما لقاوهاش، حد ما شافها. مشاو لدار سعاد لقاو ناس جداد ساكنين، حتى بنت ما جات عندهم. محتسب حار، فين ممكن تمشي؟ جات بالي يمكن تكون سافرات المطار. مطار امين مازال ما شفنا فيه، ياك ورقيها ما عندهاش كي غدير تسافر. محتسب اللي عاونها تهرب هو اللي عاونها تسافر. كثيرة المطار وصل، خرج كيجري بحال شي تصور كيفتش عليها. توصل لغرفة المراقبة بلا مقدمات، دخل بقاو مدة كيشوفوا الكاميرات حتى كيلمح وحدة كتشبه لها، غير لون شعرها صفر. دخلها مع الباب المطار بقى كيشوف كيزومي عليها حتى عرفها.
يمكنش لي انها تخفى عليه، كبروا لي الصوره اشار لهم البدله شعر اصفر. داكشي اللي دار المراقب كيشوف فيها ما يمكنش تخبره لي حافظها ويقدر يجبدها من بين 100. وعينيه بسدوتي، هي هادي، شوف لي اش من البلاصه مشات واش من الطياره ركبات. داكشي اللي داروا عرفوها في ركبات، جبدوا لي المعلومات اللي بلي سميتها سيليا فورتونا وركبات في طائره متوجهه لدبي الدولي. معتصم صوني على المطار يشدوها قبل ما تهرب، بصيهم ما ياديوهاش. صونا للاسف حتى سمحتهم هذه جوج الصبايع، طلبت منهم يشوفوا فين مشات، فاش خرجت قالوا لي تبعوا الكاميرا تلقاوها ما خرجاتش. معتصم قول لهم يشددوا البحث حيت هي عندها غادي تكون مازال تماك وما غادي تاخد طائره المغرب. قول لهم يشدوا البحث على الطائرات اللي مشاو المغرب. رئيس المطار داكشي اللي دار صيفطوا لي تسجيل ديال واحد المراقبه كانت شبه العابير ولكن الطائره قلعات هذه ساعه. معتصم غير شافات بسم بالجن واخيرا لقاها. رجع شاف في رئيس المطار قال لهم يعطوني معلومات على الطائره اللي ركبت فيها والبلاصه اللي جلست فيها وصيفطوا لي، انا غادي نمشي. خرج هو وامين اللي ما عرف شنو ناوي يدير. صاحبه امين دابا شنو ناوي يدير؟ غادي نمشيو في الطائره الخاصه ونتلاقاو في فرنسا. ساسم ما عندها هروب مني. فعلا هذاك الشيء اللي كان، جالسه في بلاصه ما بطا عليها امتى توصل لبلادها، مبقاش بزاف ما فرنسا ما قالهاش بزاف توصل، خايفه لا يلقاها وخايفه من الحياه اللي غادي تواجهها، خصوصا ما غاديش تقدر ترجع عند عائلتها وهي حامله، وشنو غادي تقول لهم وشنو غتشرح لهم، واللي فقدت الذاكره وعاشت حياه مزيفه شكون غادي يتيقها، شكون غادي يستضيف عنده ام عازبه، خصوصا في المجتمع الشرقي والاسلامي وهي بيدها ما تقدرش تجلب العار لعائلتها. لهذا قررت تبدا حياه جديده بوحدها هي ولدها، وحتى لو مشات عندها عائلتها اكيد غادي تسمعها وغادي يعرف عندهم. هذا الشيء اللي مخليها عندها امل في الحياه وفرحانه حيت اخيرا غادي تتحرر من اكبر كذبه في حياتها. حسات بالزمز بداك اللقاء ما مخليهاش على راحتها، خصوصا انها ما مولفاهاش كانت باغية تحيد، ولكن هنا كانت صدمة مع علات عينها حتى شافته قريب ليها كتوصلهم. فقط داك الممر اللي كيكون وسط الطائرة كتشوف اتجاه الكرسي ديالها، عيونه مركزين في اتجاهه خايفة على تهرب، عيونه حمرين وابتسامة الانتصار على وجهه، ونظرة شيطانية داير رجل فوق رجل ويده حاطة على جنب الكرسي اللي جالس فيه وكيضرب صبعه عليه. اللحظة انتبه الخوف وضيق التنفس. لا لا ماشي بهاد السهوله، ميمكنش ليها حتى وصلت عاد ترجع، خاصها تستجمع قوها، خاصها تحكم في راسها. اما معتصم جالس مرتاح اخيرا لقاها جالسه بعيد عليه فقط بضع كراسه، بغى يدير حتى مشكل في الطائره بامكانه يمشي ليها في نفس اللحظه، ولكن غادي يدير مشكل تسنى حتى تنزل الطائره وديك الساعه يكون كلام اخر. دازو زوج سوايع ونص حتى الطائره في مطار طنجة الدولي، داو الناس كينوضو. معتصم مازال جالس كيشوف شنو كتصنع، خاشي راسها في داك الصاك كتقلب على شي حاجه هو باغيها تزيد تعطل، يلا يكونوا الناس نزلوا. حتى شاف تقريبا كل شيء نزل، بقاو غير هو وامين والمضيفات وبعض الناس. وقف قاد الفيز ديالو وتمشى بخطه ثابته حتى وصل لحدها، كانت نط من بلاصه تقابل عيونهم ابتسام، ابتسامته المعهوده ابتسامه الانتصار، ونظراته الشيطانية كتفحص كل إنش فيها واخا مبين منها والو. زاد قرب خطوات لعندها، هي نظرات الصدمة باينين من عينيها، كل ما قرب خطوة هي كتبعد بزوج، حتى حبسها الهيكل ديال الطائرة وصافي مبقاش عندها فين تزيد. مازال كيقرب حتى قرب يلصق فيها، تحل لعندها وقرب لودنها، وأخيرا لقيتك المشة ديالي، يسحب لك غادي تقدري تهربي؟ لا لا لا، يمكن مازال ما كتعرفيني حيت أنا معتصم البارودي، واللي بغيتها كناخذها، واي حاجه درتها في بالي كنحققها، وانتي من الحاجات اللي درتهم في بالي وحققتهم. واليوم درتي اكبر غلط في حياتك، فكرتي انك تهربي من مملكتي، وانتي ما كتعرفيش اللي دخل مملكتي ما كيخرج، واللي خدا حاجتي ما كيسلمش من شري، وانتي مشيتي وخديتي حاجتي معاك. يلا عل عل يديه لجهه الخمار باش يحيدوا ليها، حط يدو كتشوفيه بصدمه متبع ليه يدو فين غادا، حتى شافتو غادي يحيد لها النقاب وهي ترفع يدها وعطاته بواحد الطرشه، خلات صوصه كيتردد في المكان كله. رفعت الاصبع ديالها السبابه في وجهه بدات كتغوت عليه، انت كيف تتجرأ وتلبس حجابي وتقرر فيني هيك، وانا المسؤول هون؟ والله لا شرشحك بقسم الشرطه ما انسى حتى تتعدى عليا. معتصم تصدم صدمه ثانيه على الصدمه ديال ديك الطرشه، لا تزال كيسمع ليها، هذا ماشي صوتها وطريقه الكلام ديال الخليج. شاف امين ورجع شاف فيها، وفي نفس الوقت كانت هي واقفه في باب المطار كتشوف شي تاكسي باغيا تمشي ضيق قبل ما يلحق عليها ثواني ويوقف حدها واحد. حطات الشنطه في الكوفر وركبات وشافت الشيفور، لاكار ديال الترانا خير الله يحفظك. الشيفور دي مارا وزاد عبير، كتفكرها هي وصلت دابا ولكن خاصها تهرب قبل ما يلقاها. كتحمد الله حيت بدلات البلاصه مع ديك المراه وجلست في بلاصه مخزونه،
ولي زاد شفالها هي الطائرة كانت جاية من دبي، وشحال من حدا كانت تسماك دايرة اللقاء. غير حتى الطيارة الناس نضوا بلايصهم، هي سلسات بسرعة لدرجة دس من حدا أمين ما عرفهاش. فقس من شورة القطر صالحين توصل، غير هنا خايها فاك شيفون، ولكن باقي شوية أختي حيت ساكنة في هاد البلاصة صاحبتي وباغية نمشي عندها. دات لي الدولار الأسطولاري، شيفون بقى غير كيشوف فيه. سمح لي أخي مازال ما صرفت. ماشي مشكلة أختي هانية. نزلات خدات لا فاليز بس غادية لواحد التجمع سكاني، دارت لقات الشيفور مشى، خدات دخلت مع واحد الدريبة، حيدات داك النقاب ولبسات الموطور، رجعت كتجري وركبات في طاكسي صغير، وصلها المحطة وتماك صرفت شوية الفلوس باش خلصت بيهم الطاكسي، وركبات في أول كار لقاتو خارج ما عارفاش فين غادة. المهم ما يلقاهاش وتبعد عليه. غادية في الطريق مجهولة هاد الليلة، عارفة فين غادة فاش فين غادة يوم اللي غيسمح الحال، الله أعلم فين غتكون نسرات. شافت حداها واحد المرأة هازة في دابنيسة صغيرة، بدات كتبتسم ليها وكتضحك معاها. حتى جا الكريسون كيسول على الورقة، فين غادي هاد الكراخاي؟ غادي بزاف د البلايص اختي. آخر محطة فين؟ الكريسون أكادير اختي آخر محطة. بدات الفلوس هاك قطع ليا الأكادير، خدا البيل ديال التليفون باش يشوف الصرف مع الظلام كيبان والو، ورد ليها الصرف وعطاها الورقة ورجع لبلاصتو. معتصم كان داير حالة، مشى للكاميرات المراقبة بعد الخروج، معرفش من الطاكسي ركبات، عقل عليها غير بالباليزة اللي عندها. وفي بيرو ديال الطاكسيات في طنجة صولو على الشيفور اللي جا اللي وصل معتصم البلاصة اللي قالت ليهم، وتما بقى كيفتش في ديك المجمع السكني اللي كانوا كل الشقق مازال مسدودين حتى ما ساكن فيهم حد. وقف معتصم لحظة كيحس بالدماغ، ووقف كيشوف في اتجاه لاكار التران، مشاو يشوفوا واش ركبات والو. دوزو كل الكاميرات اللي في البيبان ديال الدخول، ما كاين حتى منقبة دخلات ولا حتى شي وحدة كتشبه ليها. حتى وصل نص الليل ما لقاو والو. وقف امين، واش ميمكنش تكون مشات عند والديها؟ لا لا مشاتش، ما كاينش الاثار ديالها تماك، فين غادي تكون مشات؟ امين مازال ما سولنا في المحطه الكيران، يلا يلا نمشيو. معتصم مشى في امين، هادي مشات ليا مبالي، ومشاو تما غاديين. بقاو في محطه الطريق كيسولو. المهم في الاخير خرجوا بالنتيجه بعد تعب، عرفوا بالله راها شدت الكار اللي ديال اكادير. معتصم معتصم الامين لقيناها غادي نمشيو لاكادير. امين تبسم وتبعو خارجين، تمو خارجين من المحطه والتليفون في يدي كيصوني على توفيق باش يسبقهم تماك. اما عند عبير كانت كدور في ساحه جامع الفنا، حتى شافت الكروسات ديال مالي الليمون، وهي تما غادي عند واحد خويا حد الكاس ديال الليمون يورجعو قبل 3 سوايع. وصل كار محطات مراكش، والناس كاين اللي نزل وكاين اللي بقى. عبير شافت الكريسون مشغول مع الناس، ما كان مازال مدوخ من الهاس، وقفات خدات لافاليز ديالها وصال ولات كتسلت، بقات غادية باش ما يردش ليها البال. حتى خرجت من المحطة وقفات شدات أول طاكسي، إيوا نزلت على داك العصا ودقة وحدة وخلصاتو. تمات غادية كتحس بالسخفة، كثر من 24 ساعة ماكلات. ملي نزلات من دبي ما طاحت نعمة في كرشة من غير الماء، وداو هي جالسة في القهوة حتى فطرات، حست براسها هي هاديك. عاد عيطات للسرباي باش تخلصو. عابر سمح لي يا خويا، واش ما كتعرفش سمسار؟ بغيت نكري شي دويرة. السربي كتشوف في داك الراجل هذاك راه بحمد سمسار معروف، اي حاجه بغيتها يلقاها لك، دار كراج شقه. شكرا اخويا، خلصت وتوجهت لي. السلام عليكم الحاج. مرحبا بنتي، بغيت عافاك شي دويره الكره. بغيت كري دويره محتاجها اليوم. راه كاينه الديوره بنتي ولكن الكبار، واش كاين معاك شي حد؟ لا غير بوحدي، بغيت غير شي دويره صغيره جهدي ليا بوحدي. كاين لا بنتي ولكن غالي شويه، ولكن كاين وحده، كاين واحد البنت باغا تكري بيت عندها في الدار. سكتت شويه. واش هاد البنت ثقه با محمد؟ راه ما عندي حد. ايه راه بنت صاحبي الله يرحمه مات وخلاها هي وجداتها، ساكنه في السكن الاقتصادي، وقالت تكري واحد البنت تعاون بيها على المصاريف. اه صافي با محمد، بغيت نكري ما كرهتش دابا حيت عاد جايه من السفر وبغيت نرتاح. اه يلا نوضي نمشيو، اصلا حتى انا ساكن تماك. عند إكرام كانت يلا فايقة من العاس، جالسة في الصالون حاطة الفلوس مقسمهم على الدوا ديال جداتها. الماو الضو شاط ليها 100 درهم، هي اللي بقات ليها كتشوف كتحسب وترجع تحسب، كتلقاها 100 درهم هي اللي غادي تشد. شنو غادي دير بيها؟ الدار خاوية والبوطة على يد سالها والتلاجة خاوية، ما كاين خضرة ما كاين والو في الدار. سمعت الدقان وهي تنوض، شكون هذا؟ على بنتي حمد السمسار. غير سمعت صوت من الناس يكون جايب لها شي حدا تكري، فتحات الباب. بحمد لاباس عليك؟ كتشوف فيه كتشوف عابر اللي كانت واقفه جنبه. الحمد لله بنتي، هاني جبت لك هاد السيده باغيه تسكري من عندك داك البيت. اكرام فرحات، ايه دخلوا تبقاوش في العتبه ديال الدار. دخلي اختي مرحبا، تسمات ليها ودخلات. با احمد وريها بنتي داك البيت اللي قلتي باش تشوف واش يعجبها. اجي اختي تشوفي، ها هو شوفي فيه البالكو مهوي بناموسيتو ماريو كلشي، خاص غنجيبي غير باليستيك، ها هو الدوش ولكن غادي نشركو والكوزينه.
عابر عجبها البيت والدوش نقي وحتى الكوزينه زوينه، حتى البنت سمعت ليها ظريفه وبنت دارها زوينه اختي، ولكن شحال لك راه 700 درهم في الشهر، وانت غادي تجيبي التقضيه ديالك وغادي تخلصي معايا نص الموضوع. عابر شاف سب احمد، صافي الحاج واخا غادي ناخده احمد وعلى بركه الله، انا غادي نمشي نقاد الكونترول ونجيبها لكم تكوني قادتي امورك. عابر ابتسمت لي وخدات شي بركه دارتها لي في يدي، اكرم نخليك تقادي امورك اختي بنت مرجع باحمد. حطات باليسا وجبدات الحوايج اللي جابت معاها حطاتهم، شافت الوراق اللي جابت لها نيرمين خزناتهم، لقات واحد الملف ما شافتوش ملي كانت في استراليا مع الزربه، فتحاته لقات فيه الشواهد ديالها اللي كانوا معاها فاش تحولات القصر ديال المعتصم. كلشي هو هذاك، دبلومها ديال مربيه الاطفال، كلشي غير الكليه اللي مبدله ولكن نفس الاسم. ابتسمت نيرمين بعدا دارت فيها خير، فكرات في كل حاجه وحطت داك الملف في الماريو، حيدت دوك الحوالق ودوك الخلاخل ودوك الخواتم والسلسلة والكورميت وخزناتهم. عاد خرجت عند إكرام اللي كانت جالسة في الصالون. عابر نقدر ندخل الكوزينة ناخد الماء؟ ايه دخلي اختي دخلي الدار دارك. دخلت خدات سلكات الماء كتشرب وخرجات. كاين شي حانوت قريب هنا؟ كاين واحد مع الدور، بغيتي شي حاجة؟ بغيت شامبوان والصابون، بغيت ناخد الدوش، كنحس بالتعب شوية. قالت إكرام شوفي خدي دابا شامبوان ديالي وفاش ترتاحي ديك الساعة سيري تقضي اللي بغيتي. عابر شكرا اختي بزاف. خلاص اكرم كتاخد دوش بعد ما عطات الفوطه ورجعت للصالون كتسنى يجيب احمد باش يسني الكونطرا. تكاسفو اخيرا فقنا موسي، كتحس براحه شحال ما حسات بها، كتحس بالاستقرار اخيرا، شحال تهرب انه عارفه انا باغي يكون شاب طريق الاكادير يفتش عليها ولكن عمره ما غادي يلقاها فيها. حطات يديها على كرشها كدير لها مساج بشكل دائري حتى تهنعس. وصلت العشيه عاد وصل المعتصم وامين الاكادير، اول حاجه داروها سولوا في المحطه وشافوها، سولوا كاع الشيفورات كيوريهم صورتها حتى حد ما شافها. معتصم وامين خرجوا او توفيق واقف كيتسناهم. توفيق لقيتوها؟ امين حتى حد ما شافها في المحطه. نمشيو نسولوا في الاوتيلات والبانسيونات اللي كاينين هنا. معتصم غادي نصيفط لك صورتها وغادي نتفرقوا، كل واحد غادي يفتش في جهه باش ما نضيعوش الوقت. توفيق معتصم حنا غادي نقلبوا ولكن خاصك تعرف حالات كنفتشوا على بحال كنفتشوا على برافكو ما طلقش. معتصم قرب لعندو، غادي نلقاها وغادي نرجعها معايا لعند ولدها رجلي على رجليها. امين شاف حالة معتصم اللي باغي غير شكون يجبدو هو يدخل بيناتهم. لا صافي غادي نلقاها غادي نلقاها، دابا كل واحد يشد جهه باش ما نضيعوش الوقت، اللي لقاها يصوني على الاخر. الليل كل هما كيقلبوا بدون نتيجه. توفيق معتصم يلا ارتاحوا غدا نكملوا التقلب عليها، راه الا ما ارتاحيناش ما غاديش تقلبوا على خواطرنا. معتصم غادي نرتاح حتى نلقاها، وتم غادي مخليهم بالو معاها، خايف عليها لا توقع عليها شي حاجه، خايف لما يشوفش ولدو او بنتو اللي جايين في الطريق. ضربت ليه كل شيء في الزيرو وكاع مخططات تدمرو. صباح جديد وشميته جديده طلعت على عابيه، شمس الحريه شمس دافيه بدايه الحياه دافيه. نطم بلاصه من بعد ما نعسات النهار كله والليل كامل، ما حسيتش براسها حتى خرجات من البيت لقات اكرام جالسه هي وجداتها. اكرام صباح الخير اختي عابر. عابر صباح النور. جدة شافت في إكرام هادي هي اللي جات عندها بنتي. إكرام اه جدة شافت في عابر، أجي تفطري معانا أختي. عابر راه مازال ما تقديت. نطت إكرام بلاصة وشدات يدها وجرات الطبلة، بنتي أجي كولي ديك الساعة وسيري تقداي، أنا نيت باغا نخرج نتقدا لا بغيتي نمشي أنا وياك. جلسات وهي تشوف الزيتون كحل، ما حسات براسها حتى حطات طبسي الحدا كتاكل حتى سالاسو كل، والحاجة كتشوف فيها. جدة شحال عندك من شهر بنتي؟ شافت فيها ما فهمتكش الحاجة. جدة انتي كتوحمي ياك؟ حطت داك العظم اللي كان مازال فمها، عندي تقريبا شهرين. جدة والله يفكك على خير، فين هو راجلك؟ عابر شافت فيها راجلي مات في كسيدة، كنا انا وهو وانا نجيت ولكن هو مات. عابر كانت كتهضر على جلال الله يرحمه، عيونها عمرو بالطبع تفكرات وتفكرت الحب اللي كان بيناتهم. جدة ايوا ربي يبغيها بنتي الله يرحمه. وعائلتك فين هما؟ عابر عائلتي في العربية عايشين، وانا جيت للمدينة باش نخدم على راسي وعلى ولدي. اكرام شافت جداتها، انا ناري يا جده ما كتساليش وملي شتي المراه وانت بديتي بالاسئله. وشافت عابر ما ديش على اختي ولا كنتي ساليتي يلا نخرجوا نتقداو. ابتسمت ليها انا غادي نمشي نلبس عليا ونمشي. دازت شهر معتصم ولا حالته، اللحيه كبرات تحت عينيه كحلين بقله النوم، عيونو حمرين باين عليه قله راحه، ما خلى حتى بلاصه كيقلب عليها والو ما لقاهاش، تقول الارض شقات وبلعتها. كان جالس كيهضر على الحاجه، غدا ان شاء الله غادي نجي الحاجه. حاجه ديرها مزيانه وليدي، راه سيراج غير كيبكي ما خلينا ما درنا ليه، ومسكين توحشك وتوحش ماما. معتصم جمع قبضات يدو فاش تفكرها، ان شاء الله غدا نكون معاكم. قطع الخط وشاف جهه توفيق. معتصم انا ضروري خاص نمشي، صح انا ندير خدمتك وقلب لي عليها.
صافي كون هاني، ما غاديش نوقف نتقلب. انت سير عند ولدك وخد مسك والتليفون بيناتنا. امين، انا غادي نمشي نجيب الباليز. يلا نتحركوا اليوم باش غدا نكون وصلنا. توفيق توفيق، يلا سيروا بالكم يكون مرتاح. خرج معتصم وتبعوا امين بالباليز وركب الطوموبيل وكسيرها. امين كتبغيها؟ معتصم ساكت مبغاش يجاوبو. امين كتبغيها؟ شافي انا ما كنبغي حد، والحب ما عنديش في قاموسي. انا بغيت غير ولدي اللي فكرشها، وداك الساعة تمشي فين ما بغات، ولكن ولدي ما غاديش نفرط فيه. امين تبغيها هي قبل ما تكون باغي داك الجنين؟ واش ما كتشوفش حاجه كي ولات كتقلب عليها بالليل ونهار؟ معتصم كنقلب على ولدي. امين واه ما غاديش ندير الدوي، حيت انت غادي تجي وتدويلي عليها وعقل على كلامي. جالسه في بيتها في كل الاناقه، لابسه كسيوه فرماتي بارد، غادي للشيبي مطروزه من جهه الصدر بنفس اللون ديال الكسوه، مكتفيه فقط بحكر حمط مات فونديشن وريستيل وصافي. مبغاش دير الهرس، كسفات فقط بحبله صغيره جمعت فيها العائله المقربه، كتسنى ماما هتجي موراها باش تهبط. وسني على العقد، من بعد ما خطبها دانيال مشى لاستراليا يجمع وريقاته ورجع باش يديروا العقد في المغرب. كان حفله بسيطه بيناتهم، اما دانيال اولا نقولوا احمد كان جالس لابس كوستيم كحل وقميجه حتى هي كحله، والبسمة على وجهه ما فارقاش. واخيرا غادي تولي ديالو، واخيرا تحقق حلمه. سنة كل شيء بخير وعلى خير، توعدوا وتسلموا مع العائله وشدوا الطريق للمطار. وسعاد غير كتبكي، اما دانيال كاع ما مسوق ليها، شاد التليفون في يديه حتى وصل للمطار. نزل سعاد مع عم سعاد هو اللي يوصلهم، خد الباليزات سعاد تما تغادى بجنبه هو كاع مسوق ليها متجاهلها. قام على ديك الحاله تطلعوا للطائره، شدوا بلايصهم، ودانيال مازال ما كيشوفش حتى لجهته، ما عرفاتش مالو، ما قداش تواجبو تجاوبو. طريق ولا هو ما كيدويش معها، ما عرفاتش كيف غادي تصرف معاه، واش عملت له شي حاجه خلاتو يتعصب منها، غاش تهضر معاه خلاتو على خطر خاطرو. توصلوا لسيدني، نزلوا من الطائره على نفس الحال، دازوا من الجمارك وخداو الشنطات ديالهم. دانيال غادي هو الاول كيجر الشاريو اللي فيه الباليزات، هي تابعه حط الباكاج. ديمارا كان وصلوا لواحد الميني فيلا جات بعيد على المدينه شويه ودايره بالغابه، وقف الطوموبيل تشوف الجرده ومازال ما غوبش. سواحد غير ساكته من طبيعه سكوتيه، نزل يبقات في الطوموبيل حتى دار جهته. نزلي ولا خاصك العراضه؟ تفاجات بطريقه كلامه، فتحت باب الطوموبيل ونزلات، ما عرفاش شنو واقع. شاف فيها وفتح دراعو لجهه الباب باش تدخل. دخلات حاضره راسها تخلطوا على جميع الاحاسيس، اول مره تكون مع شي راجل بوحدهم، احساس الحشمه والخوف متملكينها وقلبها مقبوط بحال لا غتوقع لها شي حاجه. دخل لصد الباب وجردو لي فاليز حطهم ودار يدو في جيبو وتمشاها بشويه عليه. جيت واحد الميني بار كان تما، هي كتشوفو فين غادي، حتى كتفاجأ بيه خدا واحد القرعه ديال الشراب حطها فوق الكونتور الكونتوار ديال الميني بار، ومشى للكوزينه اللي كانت مفتوحه على الصاله، فتح الثلاجه وخدا الثلج وجوج كيسان حط وسطهم الثلج، ورجع ديك القرعه فتحها وكب في الكيسان، شد كل كاس في يدو غادي تجاهها. هي متفاجأة، شنو كيدير؟ كل حركات وراقباتهم، شفتو كيشغب من كاس وهو غادي تجاهها، شفتو كيشرب. أحمد واش كتشرب؟ راه حرام. قبل ما تكمل كلامها، أنا سميتي دانيال سميتيش أحمد. وقف أنفاس معها وابتسمتي زعما باكرة، وسعات عينها، كيفاش دانيال ياك انت تبدلتي سميتك لأحمد؟ تحنى لعندها، غير كتلعب معاك سميتي دانيال وأحمد غير لعبة كتلعبها. طلعت على الحمورية والصهدا، كيفاش لعبة؟ شنو كتقصد؟ ابتسم وتخطاها، بقى غادي حط واحد الكاس على الطبلة، والكاس الثاني مازال شاد في يدو، وجلس في واحد الفوطاي الجلد في الكحل ورجع حط رجل على رجل، كيجغب ويشوف فيها بنظرات مستفزة. كيف قتلك؟ لعبة لعبتها معاكم باش نجيبك. شاف عينيها اللي كانوا مصدومين، وكمل كلامه، أنا ما سلمتش مازال على ديني. سعاد ودنيها تصمكو عليها، ما سلمتيش؟ كيفاش ما سلمتيش؟ كتضحكي ياك؟ دانيال رجع يشغب من كاسو، لا لا مراتي هادشي ما فيهش الضحك، انا ما كنضحكش، وقت الضحك مشى ودابا جا الوقت اللي غادي ندفعك على كل ما درتو. ما عرفتش شنو كيقول، جلست انفاس مع رجلي عم هزيناش، علاش شنو درت لك انا؟ علاش؟ نظم البلاصو شاف اتجاهها، ماشي وقتو، غادي يجي النهار اللي غادي نقول لك شنو درتي. خرج خلاها في وسط الدوامه ديال الافكار، شنو دارت ليه؟ ماشي زايد لها هكا، كيفاش ما سلمش؟ يعني زواجهم حرام؟ وشنو ورا هاد الزواج؟ تبلوكات وطاحت في الارض كتبكي، علاش مكتب لها ديما تكون عايشه معذبه؟ اما عدل العابير لا تسكل عاده كتسفر غاد الحمد زاد عليها، ولات كل ساعه كتسفر. غسلت وجهها وقادت راسها وخرجت لقات اكرام جالسه هي وجدتها كيسينوها. اكرام صباحو. عابير ابتسامه صباح النور. الجده كي صبحتي يا بنيتي مازال كتلطي؟ قصات حداهم خدات عاود طبسل الزيتون الكحل كانت كتاكل فيه. اش غنقول لك يا جده هادشي كيزيد صحاب؟
جدة وعاد يا بنيتي، في هاد الفترة غير تقفلي الشهر الرابع وتدخلي في الخامس، ما غاديش تبقي هكا، غادي يخفف شوية ما يبقاش عابر. وعرض لها جدة، شافت في إكرام خاصة نمشيو عند شي دهيبي. إكرام علاش؟ بغيت نبيع شي حوايج باش نكملو داكشي اللي ناقصة في الروض. إكرام صافي واخا نفطرو نمشيو. عابر في هاد الشهر تبدلات بزاف ولات قوية، كتحاول توقف على رجليها وتبدي حياة جديدة، استرجعت نفسها خصوصا حامل هاد الجنين، عطاها أمل في الحياة، كتحس بلي عندها علاش تعيش واخا غادي تولدو من الحرام وبلا بابا، ولكن هي ما عندها دم في اللي وقع. جالسين في البار، البلاد الأشكال والأنواع كيشطحو، والوسط كلشي سكران وشارب، أما هو جالس في واحد القنت هو أمين وباين عليه التعب، كيفكر غير فيها كي غيدير تيلقاها، توحشها بزاف. جات وحدة من هادوك البنات جلست حداه كتقرب ليه، هو غسد عيني حس بيها هي اللي حداه، كتقرب ليه وتطق بدون وعي. عبير فتح عيني على عيني كيشوف فيها، شاف أمين اللي كيشوف فيه، شوفت هو اللي فهمهم، شوفت كيقولوا لي باللي كلامي صحيح وباللي معتصم بارودي كيبغي عابر وكيموت عليها. قبل ما ينطق شاف وجه اتجاههم ونظرة الانتصار على وجهه، ابتسامته الماكرة جات في طريقه، وحدة من السربايه اللي تماك شد لها في يدها وقال لها في ودنها من دابا نص ساعة جي عندي البلاصة المعهودة، وخلاها وتمشى اتجاههم. أمين كيشوف فيه، وكان ضليلة اللي تزواج خاصك تكون مع مراتك، دوزوليتكم الأولى ماشي مع هادي. عرفتوا شكون هذا اللي جا عند معتصم وامين؟ هذاك اللي في بالكم، دانيال. كانت عبير في الروض، كل شيء تقاد وغدا غادي يبداو الخدمه. عبير شافت في اكرام اللي كان لونها شعب، مالكي كنشوفك واقفه بزز. اكرام والو غير لي غير كديني هاد الحاله. عبير سير سير صحيلك. اكرام شافت الساعه، غنمشي للفرماسيه نجيب الدواء الله يخفف عليا الوجع، وهادي تسعود اللي الفرماسيه مسدوده عاد كاين الشتا، غادي نمشي للفرماسيه اللي كتكون محلوله في الليل، ما نقدرش نزيد الصبر، غادي نمشي دغيا ونجي ما غاديش نتعطل. عابر يلا سيري انا كنسايدك. قات شاد فكرشها الوجع غادي يقتلها، قالت دوز واحد الطريق مختصره باش توصل دغيا. هاد الساعه عند مات الدنيا خاويه والشخيط من الصفا السما، حتى كيبان ليها واحد جوج تشماكريه تابعينها. شمكار الاول واتوتو زرع شيرتي، اه جيتي تا لعندنا. شمكار ثاني، وياه القطيطه ما تجيش جلسي معانا نديرو قصاره واعره هاد الليله. بقاو كيتقربوا منها وهي الخلعه غادي تقتلها. شافوا بعضهم نظرات شيطانيه وتما كيقربوا لعندها وهي كتقفقف برن في البرد، عفاكم خليوني نمشي في حالاتي ديروني اختكم عفاكم. كيضحكوا كيدفعوا من واحد لواحد، ما غادي تمشي لفين البرد هذا. ولكن هما كانوا قاملها، عيات كتضرب معاهم ولكن طيحوا على الارض، واحد شاد لها يديها باش ما تهربش، وهي كتغوت ربي اللي خلقها والو ما كاين اللي عتقها. وثاني بغي يحيد لها حوايجها ويشوفها نازله بالدم، كل حد ميات بعد عليها وشاف صاحبه اللي حتى هو شاف حالتها كيف دايره، خلاوها مليوحه وهربوا كيجريو. دانيال ناري الخبر ضيا كتوصل، حتى حاجه ما كتخبى عليكم. امين تقات في الجلسه، وحنا قلنا لك سير تزوجها ياك زورتي المود ديال عابر، واش ما عرفتيش بلي هادشي اللي درتي يقدر يدير مشاكل؟ واو ملي تعرف سعاد اش غادي دير؟ دانيال عندي معاه حساب، فاش نسالي غادي نلوحها في البلاصه اللي عمرها تقدر تخرج منها. عساسي مغير كيسمع ما قدرش يهضر، كيحس بداتو ثقيل عليه. امين على انت ما تزوجتيهاش حبا فيها؟ دانيال هادشي اللي بقاني نبغي ارهابيه، شنو تبع عقلك؟ امين دار نصف ابتسامه ونعت لي جهه سمع عاصم بيدو اللي كان شاد بها الكاز الويسكي، وحتى هذا كان كيقول نفس الكلام، وهو طاح على راسو شي نهار حتى انت تجي وتنسو في الاكتئاب ديالو. دانيال على يدي بزوج، ما نهبيل راه اصلا ظروفي ماشي بحال معتصم، حتى كان باغي يكون معاه يكون معاه اسره، اما انا باغي غير نبرد ولو شيء من داكشي اللي وقع. امين كيشرب من كاسو، انا غادي نمشي ندوز شي وقيته زوينه راني مازال ديه راسي، وغمزهم ومشى. اما معتصم دفع ديك اللي كانت حدا، سير حيدي من حدايا باغي مسخات، ودفع ورجع كيفكر فيها هي اللي شغله ليه بالو. دانيال اول مره كيشوفهم هاد الحاله، راه حشرات عمر بيناتهم، فاش كانوا في امريكا تعرفوا في لافاك، خمسه بيهم هو معتصم وامين وتوفيق وايميلي، كانوا شله وحده، وفاش قرر معتصم يمشي من استراليا مشاو كلهم معاه. دانيال حيت اصول استراليا كان غير كيقرا تماك، ايميلي كانت في علاقه مع معتصم وهو طلب منها تجي معاه، اما امين فهو مغربي، ولكن الظروف اللي غادي تعرفها من بعد خلاته يتوضر على عائلته، الشي اللي خلاه كيكبر في دار الايتام، وفاش نجح في الباك كانت عنده 17 عام ونجح بمعدل كبير، فتمناته جامعه امريكيه وتماك تعرف على معتصم وتوفيق الولد المفشش ديال والديه مغربي. فاش خدا الباك حتى هو صيفطو عائلته يقرا اداره الاعمال في امريكا، وهنا كملوا الشيله ديالهم.
دانيال، معتصم شت الحالة وصلت ليها. معتصم مازال مغمض عينيه، بغيت تلقاها. دانيال كتبغيها؟ رجع راسو الله، فتح عينيه كيشوف في السقف. ما عرفتش واش كان بغيها، واش بغيت غير ولدي، ما عرفتش واش ولفتها. اللي عارفه هو بغيتها حدايا. توحشت تصرفاتها الطفولية، عفويتها، ريحتها، صوتها. دانيال تحسيتها خايبة. راه قلناها لك شحال هذا وانت كنتي كتقول بلي كدير هادشي غير على قبل سراج. سكت شويه وكمل. دابا يلقاها لك توفيق. معصاصن ما غاديش يلقاها، ولكن غادي نتلاقاها وتاكد الصدفه هي اللي غادي تجمعنا. رجعوا عند دانيال ومعتصم، كان كيتناقش مع سعاد اللي باغا تعرف شنو دارت ليه باش دار لها هادشي كامل. شنو دارت ليك؟ عمرني شفتك ولا تلاقيتك من قبل. دانيال باغا تعرفي، واخا ماشي مشكله، داكشي اللي دارو راجل عمتك انت اللي غادي تخلصي. خاصها حتى واخا هو مات، ولكن انت غادي تخلصي بلاصتو. سعاد زاد تخاف، تعرفت بلي راجل عمتها غادي يكون دار شي حاجه لدانيال. شنو علاقتك بيه؟ دانيال عيونه حمرين. شنو دار؟ اوكي انا غادي نقول لك شنو دار. تمشى جيتها، شدها من دراعها بقوه، بقى كيتمشى بيها حتى وصل لواحد البيت في الصحراء، كتشوف حيط عامر بالصور ديال الراجل ومراه وبنتهم، واحد الوليد. كتشوف صوره ديال الحافله ديال المدرسه دايره كسيده، والوليدات كلهم ميتين، وصوره فيها طوموبيل حتى هي دارت كسيده، واللي فيها باين عليهم حتى هما ماتوا. دانيال ها شنو دار راجل عمتك؟ قتل 32 طفل بريء، وقتل ليا والديا واختي، قال لي كان وليتي راجل عمتك ارهابي. حيت راجل عمت سعاد كان شي فور ديال باص المدرسه. بدات كتحرك راسها بالنفي، لا لا ماشي هو، راه غير الفرن كان مقطع، ما دارهاش بالعالي. داليا نتوما ارهابيين وانتي غادي تخلصي عليه. قبل ما تنطق كنعطيها الطرشه للوجه حتى خرج لها الدم. نيفها وشدها من دراعها، توصل لواحد الدروج اللي كيديو لاكاب، قالت لها نازل بيت مازال القاع. كتلقاها غرفه كبيره فيها مالطه وحده في الارض، وبولا في السقف، وتواليت في الجنب، ماشي مبني ولا فابو واقف. هذه هي بلاصتك، هنا غادي تعيشي. ورجع طالع وهي واقفه مصمره، كتخاف بزاف وحدها، وداك لاكام جاب ليها الخوف. ما فيها ما في قمه سواتها غير دانيا. رجع وفي ديالها فاليز ديالها، رماها لها من الدروج، هادو حوايجك. ورجع سد الباب، طاحت في الارض كتبكي حتى داتها عينها ولهسات. كان غادي بطوموبيلتو، شتا خيط من السما غادي يشوفها ويتاكد من المعلومات ديالو واش صحيحه، ويشوف بنت كتجري من وراها جوج تماكريه. في الاول ما عطاش الامر اهميه، بقى غادي في طريقه، ولكن شي حاجه قالت ليه ينزل يشوف شنو كاين. حتى كيشوف دوك الشماكريه خارجين من واحد الدريبه باين عليهم مخلوعين. نزل دخل، كانت ديك الدرب ضيقه، بدا كيقرب وين محمل يوحه في الارض كلها دمايات. نزل المستوى هاز بين يدي ورجع طوموبيلتو، مسافات قريبه الطريق، كان وصل لواحد الكلينيك. اما عبير كانت قدات كلشي في الرد، كتسنى في اكرام، تعطلات وصلت لحداش الليل، مازال ما جات، ما مولفاش بقى في الزنقه حتى لهاد الوقت. خدات التليفون كتعيط ليها، حتى جاوبها واحد الشخص. الو اختي، كتعيطي لواحد البنت، هي راه لقيتها، هيا في لاكلينيك. عطاها العنوات ومشات مزروبه كتجري مخلوعه على حالتها. عاد خلات لقات ممرضه غدا خارجه من عندها. واش هي بخير؟ شويه وهي قالت ليها بالله راها بخير، يلا بغات تخرج. وهي تسولها شكون اللي جابها، عرفت بالله جاتها ايموغاجيم على اثر التوتر والخلعه. كانت نعسه، دابا عطاوها مسكن ديال الوجع ونحسات. قالت لها بالله الا بغيت شي معلومات على حالتها، راه كاينه الطبيبه اللي فحصاتها وهي حاليا مشغوله، تقدري تسناي حتى هادشي. شكرتها عابر، مشات كتقلب على الشخص اللي جابها. ممكن تاخديني عنده؟ بغيت نشكره. الممرضه واخا اصلا كنت غادي نمشي عنده باش نعلمو بلي جيتي ويقدر يمشي. قادت لها السيروم وداتها لحداه. ها هو هذاك اللي جالس لديك القنت. شكرا اختي، غير سيري انا غادي نعلمو باش يمشي. مشات اتجاهه، كان جالس في يديه كاس القهوه كيشوف الساعه، تعطل خاصو يمشي يشوف واش المعلومات اللي وصلوا ليه صحيحه. حتى كيسمع صوتها، السلام عليكم اخويا. على عيني حتى شافها واقفه حداه، تفاجأ من وجودها. شحال هو كيقلب عليها، ودابا هي جات سالا عنده برجليها. وعليكم السلام. عبير مازال واقفه، شكرا لك بزاف حيت عتقتي اختي وجبتيها للكلينيك. الشخص بيشتغل باستغراب، حيت على حد علمو اختها حاليا في استراليا، ولكن مبغاش يبين لها. العفو اختي، هذا الواجب ديالي. عبير ابتسامة، كنكرر لك الشكر ديالي اخويا، تقدر تمشي ترتاح. الحمد لله وملي اختك بخير، نساعدك دابا. شكرا مرة اخرى. تمشات شوية وعيط لها، سمحي لي يا انيسة. انيسة دارت عندو، لقاتو وصل عندها قبل ما تسول، لقاتها التليفون ديال اختك بقى عندي، مدو ليها. شكرا بزاف اخويا. الشخص توفيق، سميتي توفيق. رجعوا عند دانيال اللي كان كيتفكر خصو باباه ومو بثلاثه بهم، ماتو فاش كان في امريكا، توحشهم. كل ما ماتش خصو كان غادي يكون عنده دابا 19 عام.
6 سنين باش ماتوا، كل نهار كيفكر فيهم. في الاول ما كانش عارف شكون السبب في موتهم. السلطات الاستراليه نسبت الحادث اللي وقع بانه عمل ارهابي. خد تحرير تبينوا باللي الفران تقطع بسبب اهمال مؤسسه اللي ما كانش كتراقب جوده حافلات المدرسه. هذا كان حل باش ما يقعوش مشاكل مع عائله الضحايا. لهذا نسبوا الحادث لعم سعاد، وهذا الشيء اللي ما كانش عارفه دانيال. وفاش رجع مع صحابو الاسطوري قرر يدخل الشرطه باش يحمي الناس. وبعد منتجهم خبر ديال واحد الانفجار غادي يوقع، وملي مشاو يشوفوا البلاصه كان صديقه ضحيه لهذاك الانفجار. وهكذا دانيال زاد حقد على المسلمين، خصوصا المتشددين اللي كيصليو عندهم اللحيه واللي لابسين زيوفه. اما المسلمين كمعتصم وامين، يعني واخدين غير اسم الاسلام، كيشربوا وما كيصليوش وكيديروا محرمات، هذوك بالنسبه ليه ماشي مسلمين. مشيو عند معتصم، دخل القصر وهو كيميل سكران، ما عارفش فين كيحط رجليه. كيحس بشي يد شداتو من دراعو، دار لقاها حداه بشعرها الاصفر وداك العكر الحمار ونص داتا عريانة ومغطية والو فيها. كانت فرحانة ايلول حيت خالتها قدمت لها احسن كادو. وبعدها تعبير من طريقها، ولكن الشهر اللي كان معتصم غابر فيه كانت خايفة يلقاه، ولكن ملي رجع بلا بها فرحات لدرجة كانت خارجة مع صحباتها وفي الصونة تالانية المين خبراتها ملي رجع طلع عند ولدو. سمحات في صحاباتها كسيرات بأعلى سرعة حتى كانت غادي دير أكسيدون. فاش رجعت لقاتو خرج، بقات كتسنى حتى يرجع، شادة في يديه بشوية عليك عندك طيح. معتصم مبتسم، راني طاح طيحة خايبة. قايلو الغدا بيجي تلاصانسو باش يطلع، مازال ما طحتي راني شاداك. وصلاتو لبيتو تكاتو على الموسية، بعدت عليه هو كيلهت. حيدات الشعر من على عنقها، حيدات ليه صباطو وقربات جهة عنقو كتفتح ليه صدايف الشوميز. معتصم تبعها بعينو، جات صورتها في بالو وباللي هي اللي معاه. عبير شد لها في يدها وهي قربات عنده، هو ما واعيش على راسو. ايوا نخليو هاد الزوج ونمشيو عند عبير. عبير ابتسامة، شرفين مستر توفيق، انا سميتي عبير، الشرف ليا حيت لقيتك. نخليك دابا مجددا، كنشكرك بزاف وكنتمنى نرد لك خيرك ان شاء الله. انا درت غير الواجب ديالي، ولكن الا كنتي باغا تردي الخير بغيت نطلب منك طلب. وي مرحبا الا كان ممكن. ماشي شي حاجه، بغيت غير تاخدي معايا شي قهوه. بقات ساكته ما بغاش تحرجو. واخا ان شاء الله، ولكن دابا خاصني نمشي نشوف اختي، راه تكون في وقت. توفيق كيسيري، ولكن عطيني لمرتك. جبت التليفون باش يسجلها، خدات عبير من عند التليفون كتبت النمره، هادي لمرتي ويلا نخليك. شكرا عبير، كرر وما خلعتيني عليك بقيتي. اكرام ابتسامه، شويه الحمد لله كنت غادي نمشي فيها اليوم. جلسات كتعاود لها شنو وقع لها. بقى توفيق مراقبهم محسب لي خرجوا، بقى موراهم. بعد ما قلبوا على اكادير كلهم ملقاوهاش، مشى عند واحد صحابو مدير ديال الفرع الرئيسي ديال البنوك في المغرب، وطلبوا اليه يشوف ليه واش شي حد صرف العمله الاستراليه في هاد الايام، خصوصا الجاليه المقيمه باستراليا. وهكذا بقى متبع حتى قدر يعرف البلاصه ديالها. وهادشي كله داروا بلا ما يخبر معتصم اولا امين. وصل لوطيل ونزلوا على وجه ابتسامه باكره، خذت الساروت ديال السويت اللي نازل فيه وطلع كيفكر في هادشي اللي دار. هادي فرصه جات سلبي ليدي، غاديش يضيع مراتو وولدو من يدي بسبابو. تخلات عليه اميلي حب حياته، حيت معتصم عنده الفلوس اكثر وعنده نفوذ اكثر، في حين هو في ذاك الوقت كان غير كيقرا والديه وما اللي كيصرفوا عليه. حتى درجه الغنى ديالهم ماشي بحال معتصم اللي كان خدام وكيقرا في نفس الوقت. ولكن واخا سمحات فيه وتزوجات معتصم قدرش تنساه. وبعد 3 شهور من الزواج صلات عليه واعترفت بلي هي كتبغيه، وهنا كانت عندها خطه غادي تنفذها. باغيه فلوس معتصم واملاكو، وفي نفس الوقت باغيه تكون مع حب حياتها اللي هو توفيق. في الاول رفض الفكره، ولكن قلبه خان وضعف قدامها، وقرروا يقتلوه باش هي وولدو اللي كانت حامله به يورثوا الاملاك. ولكن القدر لعب اللعبه ديالو وتقلب السحر على الساحر، واميلي هي اللي ماتت. صباح صباح، كيف صح في عيونه بزاف، كيحس براسو ضار من كتر الشراب. بغيت يتحرك كيشوف شي وحده ناعسه حداه، وجهها مغطي بشعرها ناعسه على كرشه ما عرف شكون هي. شاف حالته ولقى راسو بدون ملابس، وحتى ديك البنت ستره غير داك ليزار. قبل ما يزيد يفيق حتى كان دار تجاهه، كانت الصدمه ملي كيشوف حداه ايلول. كتفتح في عينها غير شافته، ابتسمت ليه، حبيبي فقتي، بدات كتقرب ليه. اشنو كديري هنا، شنو وقع؟ بدات في دواعي التماسيح، عرفتك غادي تنكرني وقلتها لك البارح، قلت لك بلاش وبلي غادي تصبح فيه، ولكن توعدتيني تبقى في جنبي. جلس هو مازال مغطي، اش كتخربقي، اش كتقولي تيا، واش كتسطاي؟ بدات كتبكي، كيفاش غادي نسطا وانا البارح قدمت لك اغلى ما كان ملك، عطيتك شرفي اللي حافظت عليه حتى جيتي انت وخديتي. معصاتي مشي هو، لا لا ما يمكنش، ما يمكنش تكون وقعت بيناتنا شي حاجه.
قالوا ليها كم معتصم، هذه هي عمري ما نسمح فيك. غطات وجهها وبدات كتبكي. معتصم ما عقل على والو، وراسو ظهر ما قادرش يفكر، كيسد في عينيه والو، ما كيتفكر والو. صافي بلا ما تبكي، يلا سيري سيري لبيتك من بعد نهضروا. شافت في يعني ما غاديش تخلى عليا ايلول، سيري لبيتك حتى نفيق مزيان وديك الساعه نهضروا. اوكي غادي نتسناك. معتصم ما دواش معاه، ما قادش يهضر حاليا، راسو ضارو مشاكله كافيه ما باغي صداع، ولكن غلط خاصو يصلح الغلط. نضم لها الصوت دخل الدوش، خرج مشى للمجر، جبد ديك الورقه اللي كتبات ليه عبير، رجع كيقراها كيحس براسو ضايع بلا بيها، توحشها بزاف. مشى لواحد الشال ديالها دارو على نيفو، بقى كيشم في ريحتها وكيبتسم. غادي نتلاقاو عبير ضروري، ما غايجي داك النهار اللي غادي نتشافو فيه. خرج من الجراح ديالو، مشى لعند السراج، بقى كيشوف فيه وناس، ورجع مشى للبيرو ديالو، فتحو بالبصمه ودخل كيشوف في الكاميرات في البيسي ديالو، بان ليه كلشي وبين لا موقع تحت شي حاجه بيناتهم، بين اللي كانت غير كتمثل عليه. اما عند عبير كانوا ملي دخلوا مع الطلات، كانت الجده بقات كتغوت عليهم، لصقات كلشي في عبير، هي السبب اللي خلات ان حفيدتها انها كتعطل وغتفسد لها الاخلاق ديالها. جات اكرام بقات كتخاصم على جداتها، عاودت لها كلشي شنو وقع، عاودت لها حتى شنو كان واقع لعبير، عاودت لها كل ما داز عليها من نهار مات لها مات جلال، وشنو دوزات على العدوزه وكلام الناس، وكيف حاولت الانتحار، وكلشي اي حاجه عاودتها لها باش تفهم شنو وقع لها. كانت عبير طلع لها الدم من الهضره اللي سمعات، وجالسه كتبكي على زهره وعلى حياتها كامله. فتحات عليها الجده الباب، لقاتها متكيه بلاصتها كتبكي، عينها مسدودين. تقدمات لعندها كتشوف فيها كتبكي، وجهها احمر وعرقان. زادت قربات دوزات يدها على راسها، لقاتها سخونه طايبه. دار شافت في اكرام اللي تبعت جداتها، ما عرفتش شنو كدير. سيري سيري بنتي جيبي الماء بارد وفوطه نقيه، راه سخونه بزاف، هاد السخانه ما صالحاش ليها خصوصا الحامله. مشات الكوزينه دغيا جابت البانيو والفوطه، داكشي اللي قالت ليها، وبداو كيبردوا ليها في الكمادات. والو مبغاتش تنزل الحراره، جدها الحراره مبغاتش تنزل، شنو غادي نديرو؟ خاصها تفيق تاخد دوش بارد، السخانه ما صالحاش ليها. بداو كيحاولوا معاها باش يدخلوها للدوش. عبير اكرام شنو بغيتي، خليني نعس. عبير عافاك نوضي، راه طالعه لك السخانه، خصك نزلوها باي طريقه. مقدرتش تحرك، بقاو كيعاونوها، وقفوها بالزز، داروها تحت الشاشه. عبير الما بارد، بدات كترعد، خاص نزل الحراره، بقاي عافاك، انا غادي نمشي نجيب لك بينوار. بقات تحت الشاشه حتى كتشوف ملي نازل منها مخلط بالدم، ما عرفتش علاش كتشوف، واش مجروحه، والو ما كاين والو. دارت يديها تحتها حتى كتشد شي حاجه بيدها، وهي تلقى جنين صغير من يديها كامل مكمول بيض كالحليب، وفي عريقات في الزرق، عنده ديدات ورجيلات وتقيبات صغار ديال العينين قد قد الصبيع صغير ديال يديها بالطوله. بقات مده وهي مبلوكيه كتشوف فيه بين يديها، وكتشوف يديها غمره بالدم، كترعد بوحدها. خلعت من الكاسه، لا لا ما يمكنش، ما يمكنش تخسر ولدها، ما يمكنش. حسات بالدنيا كدور بها وباللي خسرت كبت. اصعب احساس ممكن تجربه الام هو انك تخسر واحد من ولادك، كبتسك واخا يكون جنين وتشدو بين يديك، كتشوفو وسط الكفه ما تيقعش، ما كرهاش ترجعو لبلاصو حتى يكبر، ما كانش عليه يخرج بهذه الطريقه للدنيا، كان خاص يكمل 9 شهور ويخرج هو عايش وتسمع البكيه ديالو، ماشي يخرج وتسال مازال صغير بزاف. دو عاد يزين بسكات الدقائق، وهي عاد كتستوعب داكشي اللي بين يديها. دقائق وهي كتستوعب بلي السبب اللي كان مخليها تعيش مات، السبب اللي كان مخليها تقاوم كل الصعوبات وتحاول تبدا من الاول وجديد، ما بقاش في هاد الدنيا. دقائق وهي ساكته حتى سمعت صرخه، خلت الحيوط كتبكي معها، صرخه كتدل على كميه الحزن اللي في قلبها، صرخه اللي كتعبر على مدى الانكسار اللي هي فيه، صرخه ام فقدت جنينها، صرخه خلت اكرام والجده كيجيو كيجريو لعندها. غير دخلت اكرام شافت فيها، مدت لها اللي في يديها، عافاك رجعيني لبلاصتي ما بغيتش نخسرو. اكرام دارت يديها على فمها وهي كتشوفو بين يديها، بداو دموعها دايزين، والحاجة حتى هي بقات فيها قبل ما تنطق او لا يقولوا شي حاجه، كانت سادة عينيها وطاحت الارض وسط الدم ديالها كتنزف.